عشناها يلا نفرح سوا باللي احنا حققناه يلا هاني الخلاص وانا وانت قلناها احنا نقدر ودلنا وانت اثبتنا وخلاص فاضي السكة دكة دكة على اخر السكة لسه دكة كان ناس كتير شكة 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 وشوفوا روحنا لفين وخلاص فاضي الدكة دكة دكة على اخر السكة لسه دكة كان ناس كتير شكة 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 وشوفوا روحنا لفين مشاهدي الكرام اهلا بحضراتكم ومرحبا اسعد الله صباحكم بكل الخير من مدينه السادات بمحافظه المنوفيه احييكم حيث يشهد اليوم افتتاح المرحله الثانيه من مصانع شركه سايلو فودز للصناعات الغذائيه هذه الشركه التي تقع في المدينه الصناعيه الغذائيه هي الوحيده في الشرق الاوسط وهناك رصيد يضاف على الارض في هذه المنتجات التي تقوم مصانع الشركه بانتاجها حتى الان نتابع في هذا المجمع الغذائي والمدينة الغذائية 9 مصانع لأغذية مختلفة ولمنتجات مختلفة بأسماء تجارية متعددة وهناك الحقيقة مجالات عدة بنتابعها في هذه الشركة فهناك صناعات خاصة بالمكرونات وتقع هذه الصناعات في 5 أسماء تجارية مختلفة موجودة في الأسواق كذلك تقوم مصانع الشركة بمد السوق المصرية خاصة وزارة التموين بالمكرونة تساهم صناعات المكرونة في هذه الشركة في مصانع المكرونة هنا بنحو 35% من استهلاك المكرونة وإنتاج المكرونة الموجود في مصر سواء الإنتاج المحلي أو الإنتاج
الإنتاج المستورد وهو رقم للغاية كبير. كذلك هناك صناعات في الدقيق والمخبوزات بمختلف هذه المخبوزات والبسكوتات التي توجه إلى الوجبات المدرسية في المقام الأول، كما موجودة أيضا في الأسواق عدة منتجات للبسكويت وكذلك الحلاوة والطحينة. وكذلك هناك وما يتم اليوم افتتاحه مصانع للألبان وللجبن بأنواعها المختلفة التي تقوم هنا الشركة بتصنيعها. الحقيقة نتحدث عن إضافة كبيرة في السوق المصرية تتم بأن تخرج المنتجات من مصانع الشركة هنا في مدينة السادات ويتم توزيعها في مناطق جغرافية مختلفة ومن خلال قنوات مختلفة. كما ذكرت سالفا وزارة التموين يتم يعني وذلك من خلال البقالين والبدالين التمويليين يتم توزيعها ببرامج النقاط وكذلك في محال البيع المختلفة. أتحدث هنا كذلك عن أمور أخرى كثيرة تتم في هذه المصانع، سواء من مسألة التأكد من سلامة المنتجات من خلال المعامل المركزية أو من خلال الطباعة والتغليف وتعبئة هذه المنتجات. نتحدث أيضا عن مصانع مستقبلية للخضروات وللطماطم تضاف إلى مسألة السلع الاستراتيجية. العين في الموضوع وما يجب أن نكون إليه منتبهين بشكل كبير أن هذا الإنتاج يتم يعني نزوله في الأسواق المختلفة من أجل زيادة التنافسية، فنحن بطبيعة الحال وما نتابعه من زيادات مطردة في الأسعار يوما بعد يوم في الأسواق، فإن وجود هذه السلع وهذه المنتجات بأسعار منافسة ربما تقل عن مثيلتها المنتجة في القطاع الخاص أو القطاعات المختلفة، وطبعا أكثر من المنتجات المستوردة بشكل كبير يعني في المكرونة وفي ربما سلع أخرى تنقص أو تقل في أسعارها بجنيه وربما جنيهين وثلاثة وغير ذلك من الأسعار. على أي حال الحديث هنا يتسع لأن نتحدث عن أمن غذائي حقيقي سواء في السلع الاستراتيجية أو أن ننظر إلى مسألة المنتجات الاستهلاكية والاستراتيجية نظرة مختلفة. فتوفير الوجبات المدرسية أمر مهم للغاية. ما يتم إنتاجه هنا بالنسبة للوجبة المدرسية تمد التلميذ الذي يتلقى الوجبة المدرسية في المراحل التعليمية المختلفة بنحو 30% من الطاقة التي يحتاجها لأن يأكل طوال اليوم. هذه يعني أمور محسوبة ويتم إنتاجها وبأعلى المستويات. كذلك مسألة تحقيق الاستقرار في الأسواق أمر مهم للغاية أن ننتبه إليه. فالأسعار التي يعني تزداد يوما بعد يوم وليس بالضرورة أن تكون هذه الأسعار نتيجة أو زيادتها نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج، بل ربما في مراحل أخرى يعني يتربح بعض التجار في بعض مراحل التجزئة أو غيرها، فإن وجود السلع التي أو المنتجات التي يتم إنتاجها هنا الحقيقة نتحدث عن أنه هذه السلع سوف تضخ في الأسواق وبأسعار منافسة، وبالتالي بحسب قانون العرض والطلب كلما ازداد العرض كلما قلت الأسعار. فأيضا مسألة توفير السلع أو المنتجات بجودة منافسة لأنه هناك أكثر من مستوى للسلع وهناك أكثر من مستوى وشريحة مجتمعية تجب مخاطبتها من خلال بيع السلع لهم. فهناك العديد أيضا من مستويات الإنتاج وهناك الإنتاج الفاخر في السلع المختلفة سواء السلع الاستراتيجية والسلع الأساسية أو كذلك في السلع التي ربما يعتقد البعض أنها سلع تكميلية أو منتجات تكميلية ورفاهية بالشكل أو بآخر، لكنني حينما بحثت وإن كان بحثا قليلا وجدت أن مصر تقوم باستيراد البسكويت المستورد بنحو 30 مليون دولار في العام، وهو رقم يمكن حين الإنتاج المحلي أن يقلل منه بشكل كبير لتوفير العملة الصعبة. هي أمور ربما يعني لا يلتفت إليها الكثيرون، لكن يجب أن نذكرها ويجب أن يعني نحاول أن نفهم لماذا تقام هذه الصناعات في هذا التوقيت بهذا
هذا الشكل؟ والآن تحديدا كيف ندعم هذه الصناعة وكيف نقلل من الاستيراد وكيف نقلل من الفجوة الغذائية بتوفير منتجات تضاهي المنتجات المستوردة سواء في جودتها أو سواء حتى في تغليفها؟ لذلك المدينة الغذائية هنا والمصانع الموجودة لم تغفل مسألة التغليف وإعادة استخدام الأحبار التي والمغلفات التي تم إنتاجها من قبل. إعادة التدوير هو أمر، ومسألة الفصل أمر الحقيقة يجب يعني أن ينظر إليه بعين الاعتبار. ما نتحدث عنه عفوا مؤسسة اقتصادية متكاملة ومصانع اقتصادية تضيف إلى الرصيد المصري في منتجات مختلفة. وبعد قليل نتابع مسألة الافتتاحات في المرحلة الثانية التي تفتتح اليوم في الألبان وفي الأجبان وغيرها كذلك من المنتجات. وفي انتظار يعني إذا تحدثت هنا عن الماكيت الذي أمامي وسأتحدث عنه لاحقا بعد قليل، فهناك مناطق كتب عليها توسعات مستقبلية، فهناك عدد من المشاريع ينتظر أن تتم إضافتها خلال الوقت القادم. مشاهدي الكرام، الرئيس عبد الفتاح السيسي على وشك أن يقدم إلى هنا لافتتاح وأن يقوم بهذه الجولة التفقدية إذانا بافتتاح المزيد من وحدات الإنتاج في المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات. مصر أم الدنيا. واتفرج على البلد على كل شبراتي، احفظ ملامح تحلى التفاصيل، شوف شوارع القديمة ولا أجمل في المسينة، كم بحر بيجري فيها جمال. لو يتقال في غنوة تطلع بيتصور
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. السلام عليكم. تفضلوا استراحة، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. الحضور الكرام، صرح تنموي عملاق يعزز من قدرات الدولة الإنتاجية ويخلق مناطق حضارية واستثمارية جديدة تتسع لمخططات التنمية. مجموعة مصانع سايلو فودز بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. نشرف اليوم مجددا بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمرحلة الثانية لمدينة سايلو فودز الغذائية، والتي لبت احتياجات التغذية المدرسية ومتطلبات الأسواق المحلية بتصنيع العديد من المنتجات الغذائية في وقت ما زال العالم فيه يشهد تبعات أزمتين دوليتين أثرتا على مجريات اقتصاديات دول العالم أجمع، وهما جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. من هذا المنطلق وبرؤية استباقية، وضعت القيادة السياسية نصب عينيها أولويات الأمن الغذائي للمصريين نظرا للتحديات التي تواجه العالم في مجال الغذاء، خاصة مع تأثر سلاسل الإمداد العالمية. فمشروع اليوم في مرحلته الثانية يعد إضافة حقيقية لقدرة الدولة في مجال الصناعات الغذائية الحديثة، ومن أهم ضمانات الأمن الغذائي والاقتصادي، والذي يعد أمنا قوميا لمصر. وخير ما نستهل به يومنا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ شريف السيد خليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السيد الرئيس، الحضور الكرام، تدشين المزيد من الصروح الإنتاجية الجديدة ومن بينها سايلو فودز للصناعات الغذائية يحقق نقلة نوعية لتلبية احتياجات الدولة المصرية من المنتجات والسلع الاستراتيجية، والسعي لتحقيق الأمن الزراعي والصناعي والطبي والغذائي لكافة فئات الشعب. كلمة اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، تحية طيبة ملؤها العمل والإنجاز من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورجاله الأوفياء من يواصلون البناء لإعلاء قيم الولاء والانتماء لمصرنا الحبيبة، من شيدوا عشرات المشروعات التنموية العملاقة. هذا الجهاز العريق الذي لم يكف يوماً عن العطاء على مدار أكثر من 40 عاماً يتحقق الهدف الاستراتيجي من إنشائه بالمساهمة في تأمين جزء من احتياجات السوق المحلي بما يخفف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة. ومع تولي سيادتكم المسؤولية شرف الجهاز بمهام إضافية تتمثل في تحقيق نقلة نوعية بتلبية احتياجات الدولة المصرية من المنتجات والسلع الاستراتيجية والسعي لتحقيق الأمن الزراعي والصناعي والغذائي والطبي لكافة فئات الشعب المصري، وهو مقتضى من سيادتكم سيادة الرئيس تدشين المزيد من الكيانات والصروح الإنتاجية الجديدة لزيادة قدرة الدولة في قطاع الصناعات الغذائية والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وفي القلب منها الأمن الغذائي وضبط آليات السوق ودعم الاقتصاد الوطني. ومن بين تلك الكيانات شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية والتي استمر العمل على إنشائها حتى تمام افتتاح مرحلتها الأولى بتشريف سيادتكم في أغسطس 2021. آنذاك أمرتم سيادتكم بأن يسند إلى الجهاز مهمة إنتاج وتوزيع الوجبات المدرسية المجانية لطلاب المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وبدأ الأمر للكثيرين أشبه بحلم بعيد المنال، لكن في وطن يؤمن بقيمة الأحلام ويسعى لاقتحام الصعاب تحولت الأحلام إلى واقع وتحقق ما تمنيناه بفضل الله. ومنذ ذلك التاريخ سيادة الرئيس فقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات داخل الشركة بدءا من استكمال هيكلة المصانع لتحسين كفاءة الأداء والفاعلية بما مكنها من الحصول على شهادات القائمة البيضاء والأيزو العالمية والتصنيع المستدام لحوالي 500,000 طن سنويا لمنتجات متنوعة، مرورا بتنفيذ العديد من التعاقدات المحلية والعالمية من خلال تصدير منتجات الشركة من المكرونة والبسكويت ل 13 دولة عربية وإفريقية، انتهاء بتحقيق أعلى معدل توزيع وجبات تغذية مدرسية على مستوى العالم مما استحق حصول الشركة على درع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تم إنتاج وتوزيع 600 مليون وجبة مدرسية خلال العام الدراسي المنصرم 2021-2022 لإجمالي 13.5 مليون طالب وطالبة لأبنائنا الموجودين بالمدارس، وإنتاج وتوزيع ما يقرب من 500 مليون وجبة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي وفق منظومة حوكمة وميكنة إلكترونية بالتعاون مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص المصري المنتجة لأصناف التغذية المختلفة، وبإشراف من المعهد القومي للتغذية وهيئة سلامة الغذاء تساهم في إمداد أبنائنا بأكثر من 30% من احتياجاتهم اليومية من البروتين والسعرات الحرارية. السيد الرئيس، نتشرف اليوم مجدداً بافتتاح سيادتكم للمرحلة الثانية لمدينة سايلو فودز الغذائية بعد نجاحها في تلبية كافة متطلبات التغذية المدرسية والأسواق المحلية والتصدير من المنتجات التي يتم تصنيعها داخل الشركة. رغم يشهد العالم حالياً من نقص في السلع الأساسية وتعطل لسلاسل الإمداد الغذائي وارتفاع الأسعار وتحديات تواجه النمو الزراعي من التغير المناخي، وبمثل تلك البصيرة السياسية والخطى الاستباقية أمكن لمصرنا الحبيبة أن تخفف من حدة تلك الأزمات وأن تسهم عبر شركات الجهاز المتعددة في الحد من الممارسات الاحتكارية وتوفير الكثير من السلع الرئيسية بأسعار تنافسية نسبية وبجودة تليق بشعب مصر الكريم، مع توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة لكوادر القطاع المدني. وتبرز الأرقام في سايلو فودز حجم الإنجاز بعد مرور عام ونصف من افتتاح المرحلة الأولى، حيث تم إنشاء مصنع للألبان ومنتجاته ومصنع الحلاوة والطحينة ومصنع للبسكويت، هذا بالإضافة لمحطة استرجاع المذيبات والتي تساهم في الحفاظ على البيئة وتوفير حوالي 60 مليون جنيه سنوياً من استهلاك المذيبات ومعمل مركزي لفحص العينات. سيادة الرئيس، رؤية في تنفيذ مشروع مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمرحلتيه الأولى والثانية
فكرة التكاملية المتبادلة التي تعتمد على الاستفادة من المشروعات الزراعية المنفذة بجنوب الوادي وخاصة لسلعة القمح، ومشروعات الإنتاج الحيواني والألبان بالنبارية والسداد في الحصول على المواد الخام الأساسية اللازمة للتصنيع الغذائي داخل سايلو فودز لإنتاج أصناف المكرونة والمخبوزات ومعلبات الألبان والأجبان لتحقيق العائد الاقتصادي المنتظر وتعزيز الأمن الغذائي المصري في إطار الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية. سيادة الرئيس، اسمحوا لي سيادتكم أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيادتكم على دعمكم المتواصل والمستمر ومتابعتكم الجادة للجهاز التي كانت وما زالت تضيء لنا طريق النور والأمل والتفاؤل نحو مستقبل أفضل لشعب مصر العظيم. وأنتهز هذه الفرصة وأتقدم بالشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة وأجهزتها المختلفة على متابعتهم ودعمهم لمشروعات الجهاز. سيادة الرئيس، نجدد العهد بأن نظل الزراع القوي لتحقيق آمال مصر التنموية وأن نرقى بمستوى الإنجازات مهما كان حجم التحديات، وأن نشيد المزيد من المشروعات محققين تطلعات شعبنا نحو حياة كريمة لأمة عظيمة. وفقنا الله وكلل مسعانا بمستقبل أفضل لشعبنا العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الأبي من كل مكروه وسوء، وحفظكم الله سيادة الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا يا وليد. اسمح لي أن أنا هسألك سؤالين يا وليد من فضلك. يعني السؤال الأولاني، أنا عارف الإجابة بتاعت الأسئلة دي، بس أنا بقولها عشان نسمعها للناس كلها. أول حاجة، هل أنتوا بتدفعوا تكلفة الكهرباء والمية والخدمات اللي يعني اللي بتاخدوها من الدولة، ولا بتاخدوها كده؟ سيدي سيادتك، فندم، طيب ده بس أكمل السؤال. طب بتدفعوا ضرائب ولا ما بتدفعوش؟ اتفضل. الجهاز فندم كل شركاته بتخضع للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة الرقابية اللي داخل القوات المسلحة. بالإضافة لكده، احنا مسددين عن العام المالي اللي هو 2022 14 مليار جنيه، منهم 6 مليار جنيه للكهرباء و3 مليار جنيه للغاز و4.5 مليار جنيه ضرائب، وبالباقي اللي هو للمية وبقية والتأمينات الاجتماعية. يا فندم، احنا دافعين 230 مليون جنيه للتأمين على العمالة المدنية اللي موجودة في الجهاز. أنا بقول الكلام ده لحضراتكم وللناس اللي في مصر كلهم. الكلام ده معروف لينا، يعني دكتور مصطفى عارفه، وزير الماليه عارفه، والكهرباء عارفه، لكن ساعات بيبقى فيه محتاجين ان احنا نقول ده وناكده. تمام. ليه؟ عشان يقولك يعني الفرصه اللي الجهاز واخدها مش واخدها الناس التانية. ممكن تكون الكلام ده في حاجات في بعض الموضوعات. يعني ايه؟ يعني في القدره على ان هو للنفاذ لتنفيذ القرار ممكن يبقى اسرع، لكن ده مش معناه على حساب المنافسه الحقيقيه في تكلفه الانتاج والتشغيل. تمام، مش كده يا وليد؟ زي القطاع الخاص. انا حبيت بس اقول دي، ومع الوضع في الاعتبار برضو تاني، احنا منزلين يا دكتور مصطفى شركتين، مش كده، للاطروحات، ومستعدين ننزل كل الشركات. وانا قلت الكلام ده من يمكن سنه ونص ولا سنتين، ومش بس كده، وبرضو مستعدين للشراكه. الجهاز هنا مستعد. ليه مستعدين للشراكه؟ لان احنا هو الهدف من الموضوع تحقق يا دكتور مصطفى. احنا بقينا النهارده بنقول عايزين نعمل يعني تغذيه مدرسيه مؤمنه، خلاص اتحققت، وبقى في عمل مؤسسي ليها، بقى في سلامه غذاء متحققه، مش كده؟ تمام. وبالتالي لما يجي النهارده يبقى معانا قطاع خاص، هيضيف اكيد، هيضيف حوكمه اكتر، اداء افضل. فاحنا ما عندناش مشكله في ان احنا كدوله، مش بس حتى في الجهاز يا دكتور، لا، احنا بنتكلم حتى في كل مؤسسات وشركات القطاع العام. الامر ده متاح، وانا بقوله مره واتنين وباكده عشان يصل لكل الناس، يعني اللي بيسمعونا في القطاع الخاص واللي عنده استعداد يخش في شراكه مع الدوله في مؤسساتها او في شركاتها اللي احنا بنتكلم عليها. السؤال الثاني، احنا كنا بنتكلم على قبل ما ندخل هنا على موضوع المشروع اللي انتم بتعملوه مع وزاره التموين، اللي هو خاص بقهوه فينا، بنعيد يعني تقديمه مره ثانيه بس بشكل
بحدثة كاملة نتيجة بقى التطوير. تقدر تقول لي يعني عملتوا ايه في ده؟ ولو تسمح لي يا فندم، احنا كنا مجهزين مختصر كده عن الموقف التنفيذي للمشروع، لو سيادتك تسمح لنا نعرضه. طب اتفضل. الموقف التنفيذي اللي وقت فينا هو فندم، وقت فينا الجديدة فندم على مساحة 120 فدان، وبتقع شرق مدينة سايلو فودز. احنا بدأنا العمل الفعلي في أغسطس 22، نسبة تنفيذ الأعمال الاعتيادية حتى الآن 40%، منتظر إن شاء الله نهو في منتصف 24. المدينة فندم بتتكون من 7 مصانع: مصنع للخضروات والفواكه المجمدة، مصنع للبقوليات، مصنع للوجبات الجاهزة، مصنع للعصائر والصلصة والمربى، ومصنع للمركزات، بالإضافة لمصنع العبوات المعدنية الخاصة بتعبئة كل المنتجات دي. وسايبين فندم منطقة من 120 فدان للتوسعات المستقبلية، وإضافة للمخازن المركزية حوالي 55,000 طن. مصنع المركزات يا فندم نسبة تنفيذه الإنشائية، وده واضح في الصورة قدام حضرتك، 45%، بطاقة إنتاجية 320,000 طن سنوياً. وإحنا بالفعل عملنا أمر إسناد للشركات الأجنبية بخصوص توليد المكن في منتصف ديسمبر 22. مصنع العصائر يا فندم نسبة تنفيذه 45%، بطاقة إنتاجية 146,000 طن سنوياً، وبرضو أصدرنا أمر إسناد للشركة الأجنبية بتاريخ 15/12/22. مصنع المربى والصلصة بطاقة إنتاجية 53,000 طن سنوياً، وبرضو يا فندم الماكينات إن شاء الله إحنا أصدرنا أمر الإسناد ليها. مصنع الخضروات المجمدة بنسبة تنفيذ 25% وبطاقة إنتاجية 36,000 طن سنوياً. مصنع العبوات المعدنية بطاقة 400 مليون عبوة سنوية. مصنع الوجبات الجاهزة بطاقة 30,000 طن سنوية. مصنع البقوليات المعلبة بطاقة 102,000 طن سنوية. ثم فندم مخازن بطاقة 55,000 طن بإجمالي 18 مخزن لسعة كل المنتجات الخاصة بالمجمع، والخدمات الأخرى اللي موجودة سواء كانت مجمعات إدارية وخدمية للمجمع. طب أنا يعني هقول حاجة، وبرضو أنا طبعا من إحنا عارفين ده كله مع ومتابعين مع بعض يعني، لكن أنا عايز أقول لك إن إحنا لما اتكلمنا على الوجبات المدرسية من 4 سنين تقريبا كان العدد المستهدف عدد معين. دكتور لما اشتغلت انت قلت لي احنا لقينا نفسنا السنه اللي فاتت زدنا 2 مليون من 13.5 مليون طالب ل 15.5 مليون. طيب والمدارس زادت من 31,000 مدرسه ل 33,000 مدرسه، وممكن العدد يزيد عن كده، ممكن العدد يزيد عن كده. ونفس الكلام انا بقوله لك دلوقتي. بالمناسبه الكميه او الـ المشروع بالطريقه ديت هيغطي مش نسبه كبيره من العدد السكان، لان في شركات قطاع خاص شغاله 12 شركه فندم شغالين معانا شغالين بس احنا بنتكلم على ان احنا اذا كنا عايزين نحقق توازن في اسعار المنتجات اللي هي الاغذيه بالذات لكل المواطنين بكل شرائحها، فاحنا محتاجين يكون عندنا عدد اكبر من الكميات المطروحه ديت، وده امر درسوه. حاضر. بس احنا بنقول كده ليه؟ لان انت النهارده لما بتلاقي مثلا في نقص او معروض، نقص معروض في وقت معين، فالنقص ده لو كان في عندنا منتجات، المنتجات دي بتقعد بالشهور في المحفوظه ما فيش فيها مشكله ومعموله طبقا، واحنا دايما واحنا بنتكلم بنقول ان اي حاجه هتتعمل هتتعمل طبقا لمعايير الصحه العالميه وسلامه الغذاء، مش كده؟ وهيئة سلامة الغذاء. فده موضوع ما فيش فيه كلام يعني، حتى الشركات اللي داخلة في التغذية المدرسية، عشان ده كلام بقوله لكل الناس تسمعوا معانا، معمول حساب ان لا يمكن الشركة دي بيتم إقرارها ويتم التعاقد معها إلا إذا كانت سلامة الغذاء تقر بأن هي حققت المعايير، مش كده يا وليد؟ مظبوط يا فندم. احنا هيئة سلامة الغذاء حتى المخازن اللي هي الوسيطة ما بين المصانع وما بين المدرسة بتقرها سلامة الغذاء. احنا حاليا في 34 مخزن، وكان معالي دولة رئيس الوزراء حاليا بنعمل 94 مخزن مستقبلي بتتوسط مديريات التربية والتعليم عشان نقدر من خلالها نكمل منظومة الحوكمة والميكنة اللي عملناها للمنظومة. اللي انا بقصده هنا اللي بقى عايز اطمن بيه اهالينا
لأولادهم في المدارس، إن المنظومة بفضل الله سبحانه وتعالى مستقرة ومؤمنة، وما فيش فيه مشكلة في الكلام اللي كان قبل كده يعني بيتقال، لا ما فيش كلام من ده. النهاردة بنحاول إن التغذية دي حتى من باب عناصرها الغذائية تبقى مناسبة للمراحل السنية اللي بتقدم لها يعني. طبعا احنا كنا بنتمنى ان التغذية تبقى احسن من كده كمان، او مش احسن يعني اكتر شوية. سيادتك كنت امرت ان احنا نزود الفلوس المخصصة كمان للتغذية السنة دي، ومعنا دولة الرئيس يعني الحقيقة مش كده زود فاحنا يعني عايزين نحسن يعني تمام. يعني مش باكو بسكوت بس مش لا ان شاء الله فندم. احنا مع افتتاحات سيادتك النهارده هيخش معانا عناصر الالبان اللي موجوده في مصنع الالبان اللي سيادتك هتشرفه بالافتتاح باذن الله. طيب يعني احنا هنوزع عليهم يا فندم ان شاء الله من معلبات الالبان. المصنع الجديد ده فندم طاقته 200,000 طن، منهم 120 طن 120,000 طن البان والباقي جبنه. طب ده معناه ان احنا عشان بس الخبر ده ان معانا الاعلاميين وكده تمام يا فندم فاحنا على الهواء دلوقتي، يعني معناه ان احنا هنبعت هنوزع على بالظبط على جزء يا فندم. احنا الشركه هنا في النهايه هي بتمثل 18% بس من منظومه التغذيه، الباقي كله احنا بنجمعه من القطاع الخاص وتحت اشراف هيئه سلام الغذاء زي ما سيادتك قلت. فاحنا هيبقى في جزء من الانتاج هنا هيغطي جزء بس من المحافظات، مش كل المحافظات اللي هو العلب الالبان، المحافظات القريبه من المدينه هنا فندم عشان يسهل توزيعها. طيب ما تشوفوا اذا كان يعني حتى يبقى يعني ايه، يبقى اللي ما ندلوش كله ما نحرموش كله. لا احنا بنستعوض ده باصناف ثانيه، يعني ممكن عشان نحافظ على كميه السعرات اللي اقرتها وزاره الصحه قبل كده اللي هو حوالي 400 سعر للطفل، احنا بيبقى في جزء مثلا بسكويت بعجوه كلام من ده عشان نقدر نوازن السعرات الحراريه والفيتامينات اللي داخله للطالب، بحيث احنا نوصل له في النهايه 30% من احتياجاته اليوميه. يبقى هنرجع بقى القهوة أتشيدة تاني تمام. أرجو أن أنتوا تدرسوا أن الكمية دي تزيد يا دكتور دكتور علي، يعني عشان المشوار بياخد وقت كبير أول ما تخلصه بياخد له سنتين ثلاثة تمام. وبالتالي عقبال ما تاخد توصل لده هكون زدنا 5 مليون مش كده؟ هكون زدنا 5 مليون ولا إيه؟ تمام يا فندم، معدل الزيادة السنوية من فضلكم يعني 2 مليون بتاعي. أنا بشكر كل اللي طبعا العاملين في المشروع، ونكمل عشان نحقق اللي احنا عايزينه. متشكر جدا. أوامر يا فندم. شكرا. نشاهد الآن فيلما تسجيليا عن المرحلة الثانية من مشروع سايلو فودز بعنوان ثروة بلدنا. الأغذية غير المؤمنة حلقة مفرغة من الأمراض، إذ تؤثر على جميع الأفراد خاصة الرضع وصغار الأطفال والمسنين والمرضى. منظمة الصحة العالمية. كل شيء في مصر خلاص اتغير وبيتغير، وبرؤية واضحة بنحقق طفرة لقمحة تخرج من أرضنا صحية آمنة. 2000 طن قمح يومياً بيتوزعوا على كل المصانع داخل مدينة سايلو فودز للصناعات الغذائية المتكاملة، اللي في مرحلتها الأولى اتفتح 6 مصانع منتجة. كل يوم بيتولد فيها مرحلة جديدة لمصانع عملاقة، والنهاردة بنحتفل بافتتاح 6 مصانع جديدة في المرحلة الثانية. ثروة بلدنا. كل نقطة لبن بيكون ليها دور في منتج حيوي داخل بيوتنا. منتج خام محفوظ بعناية عشان تبدأ رحلته الكبيرة. مصنع الألبان ومشتقاته وبيتكون من 6 خطوط لإنتاج الألبان. و3 خطوط لإنتاج الجبنة بعبوات وأوزان مختلفة.
بتوفر سنوياً 200 ألف طن من الألبان ومشتقاتها. منتجات استراتيجية بتحقق المفهوم الأمثل لمعنى الأمن الغذائي. قدرنا نوفر 600 مليون وجبة مدرسية، غذاء صحي آمن لولادنا، لنحصل على درع جينيس الشهير لتحقيق الرقم القياسي لأكثر عدد وجبات مدرسية خفيفة تم استلامها خلال عام. بنواصل جولتنا في مدينة سايلو فودز وبنزور مصنع البسكويت المغطس والصب. بطاقة 7800 طن سنوياً. اللي بيعمل بمنظومة آلية لتوفير منتج غذائي آمن. من مصنع البسكويت نزور مصنع الطحينة. مصنع جديد لإنتاج الحلاوة والطحينة. مصنع بيعمل بطاقة إنتاجية 16000 طن سنوياً. والمواد زي ما دخلت آمنة دون لمس يد بتخرج منتج معبأ دون لمس يد ليصل بقيمته الغذائية كاملة آمنة. وبأسطول كبير بيخدم وينقل ويوزع لجميع أنحاء مصر. انا بطلت ادي اولاد فطار في مدرسه عشان تقريبا الوجبه المدرسيه اللي بتاعهم من هنا متكامله وفيها كل حاجه. انا فوجئت ان هم بيعملوا مكرونه دايت وانا اصلا كنت بشتريها مستورده. بسكوت هيفن احسن بسكوت في العالم. بنتي بتحب البسكوت اللي بتاخده في المدرسه. الاسعار هنا كويسه جدا مقارنه باسعار السوق الخارجي. انا بحب ويفر بول بالفراوله عشان طعمه جميل قوي. ولضخامة الإنتاج تم إنشاء مجمع جديد للطباعة والكرتون بيضم 3 خطوط بقدرة سنوية 26 ألف طن، وأيضاً توفير عبوات لاحتياجات السوق بديلاً عن الاستيراد. وعشان نحافظ على البيئة تم إنشاء محطة تدوير تعمل على امتصاص أي عوادم من مذيبات الطباعة، ده غير إنها بتوفر للدولة سنوياً 60 مليون جنيه. منتجات سايلو فودز تخضع للتحليل في معاملنا ذات التقنيات الحديثة، وقد تم الحصول على شهادة الاعتراف الدولي من المجلس الوطني للاعتماد. هنا عالم من الصناعة والجهد والعمل، إنجاز كبير وبيكبر كل يوم. مصانع مليانة بآلات متطورة وتقنية عالية، عقول كل يوم بتزيد وتتولد فرص عمل أكتر وأكتر. إنجاز هدفه كان واضح من البداية، صحتنا في المقام الأول لينا كلنا، خاصة أطفالنا، ثروة بلدنا. السيد الرئيس، الحضور الكرام، إن هذه المجمعات تعد نموذجاً يحتذى به بالنسبة لمفهوم سلاسل الإمداد الحديثة، حتى تكون كل العمليات موجودة في مكان واحد، ما يرفع الكفاءة ويحسن الجودة ويؤدي إلى الاستمرارية. كلمة الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إن مفهوم الأمن الغذائي أصبح يعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي بل للأمن والسلم العالميين، وخاصة بعد ما شاهده العالم خلال العامين الماضيين من أزمات ومواقف غير مسبوقة، من أهمها جائحة كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية. وكلا هذين التحديات أدت إلى ظواهر وظاهرة التضخم الذي يعاني منه العالم، والذي نتج من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة
ومثال بعد إذن حضرتك، البترول في يونيو 21 كان 60 دولار أو أقل، ثم وصل في هذه الأزمات إلى أعلى من 120 دولار. وكذلك السلع الرئيسية، القمح كان أقل من 300 دولار، وصل بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى 520 دولار، ثم انحصر بعد ذلك إلى 340 و 350 و 360. كل هذه الزيادات جعلت من مفهوم الأمن الغذائي أولوية أولى في أجندة كافة الحكومات وكذلك كافة المؤتمرات الدولية. وكان من رؤية سيادتكم في هذا المقام، ولا بد أن نحق الحق أن هذا تم توجيه سيادتكم قبل حدوث هذه الأزمات، بأهمية وضع استراتيجية لمفهوم توفير السلع الأساسية في جمهورية مصر العربية. اعتمدت هذه الاستراتيجية على ثلاث محاور، أولها تدبير التمويل اللازم لذلك، ووجهتم سيادتكم في أواخر 2017 باعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر. ومن ثم كان لابد من الحفاظ على مستوى آمن من السلع الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية، وكذلك ضبط وحوكمة منظومة التوزيع. هذا ما كان يمكن أن يحدث إلا بمشروعات عملاقة، ومنها مشروع الصوامع الذي تم زيادة الساعات التخزينية من 1.4 مليون طن، وإحنا كنا في 2014، إلى النهاردة عندنا 3.4 مليون طن ساعات تخزينية، وتم اعتماد المرحلة الثانية من ذلك، وسوف يتم خلال العام القادم إضافة 600 ألف طن حتى نصل إلى 4 مليون طن ساعات. ليس فقط كذلك، ولكن تم إضافة ساعات تخزينية لمستودعات الزيوت، وكان من المهم جدا وأدت إلى قدرتنا على امتصاص الكثير من الصدمات نظرا لوجود احتياطي استراتيجي من الزيوت. أما بالنسبة لمنظومة وحوكمة منظومة التوزيع، فسيادتكم اعتمدتم تطوير منظومة التجارة الداخلية برضو في الربع الأولاني من 2000 في أواخر 2017، وتم النهاردة ونحن نتكلم وجود 15 مشروع في 10 محافظات لإيجاد مناطق لوجستية، المساحات ما بين 100 فدان و 60 فدان و 40 فدان، بالإضافة إلى المخازن الاستراتيجية. تم التعاقد على إنشاء 4 مخازن استراتيجية على مساحة كل مخزن أو مجموعة المخازن على 10 أفدنة في الشرقية وفي السويس وفي الأقصر وفي الفيوم، حتى يمكن ضبط منظومة وجود احتياطيات تخزين استراتيجية على مستوى الأقاليم المختلفة. ثم كذلك منظومة المنافذ التوزيع، تم إضافة 7340 منفذ جديد لشركات الجملة، اللي كان عندنا فقط 1300 زائد البدالين 30 ألف، يعني النهاردة بنتكلم فوق 40 ألف منفذ توزيع موجودين بانتظام على مستوى الجمهورية. ده أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي بسبب الإتاحة، أساس تحقيق توفير وإتاحة السلع، ثم كذلك قدرة المواطن على الوصول لها، ثم ما تفضلتم سيادتكم اليوم النهاردة بأهمية إتاحة هذه السلع بسعر عادل أو سعر منافس أو سعر يستطيع المواطن أن يحصل على هذه السلع. نتيجة هذه الاستراتيجية النهاردة وإحنا بنتكلم عندنا على مستوى الجمهورية 4.5 شهر للقمح، وكل سنة وإحنا جميعا طيبين، موسم القمح إن شاء الله على 15 أبريل، بمعنى إن إحنا إن شاء الله داخلين الموسم وفي مستوى آمن من هذا الموضوع. ووجهتم سيادتكم إن إحنا رفعنا سعر الأردب
من 820 جنيه العام الماضي إلى 1250، وإن شاء الله لو في أي تغيرات ننظر فيها حتى يمكن الحصول على أكبر كمية من الأقماح المحلي. بالنسبة للسكر حصل طفرة حقيقية في إنتاج السكر، مع أن المساحة المنزرعة من القصب قلت نسبيا، ولكن تم زيادة مساحة البنجر، ويمكن دي من المشروعات العملاقة اللي هي في الدلتا الجديدة، وتم زراعة مساحات كبيرة جدا من البنجر أدت إلى تعويض النقص في زراعة قصب السكر. والنهاردة وصلنا لمدى كفاية 91% من احتياجات الدولة المصرية، وكان في 2017 75%. السنة اللي فاتت احنا ما استوردناش الا 200 الف طن خام حتى نستكمل الاحتياجات في بطاقة التموين، وقبل كده في 2017 استوردنا 1,000,000 طن، وبالتالي الحمد لله ماشيين ناحية اكتفاء ذاتي، وسوف يتم الاكتفاء الذاتي بعد الانتهاء من تشغيل مصنع القناة اللي هو موجود في غرب المنيا، وده من المصانع الكبيرة جدا هينتج حوالي 600,000 طن، هيغطي الفجوة اللي عندنا اللي تقارب حوالي 400,000 طن، ويمكن أن نصدر سكر فيما بعد. بالنسبة للرز، الرز مصر عندها اكتفاء ذاتي من الرز، إنما احنا بالنسبة للرز التمويني لدينا 3 شهور وجاري عمل التعاقدات اللازمة حتى يتم توفير الرز طول العام إن شاء الله. بالنسبة للزيت، الزيت ده كان من أحد المعضلات الرئيسية لسبب احنا بنستورد، وده لازم يبقى واضح بالنسبة لنا، حوالي 97% من الزيوت النباتية اللازمة لمصر، فتم وضع خطة إن شاء الله السنة دي يتم زراعة 250,000 فدان فول صويا و 100,000 فدان عباد شمس حتى يمكن أن نقلل ونزيد من الإنتاج المحلي في ذلك. وتم اعتمد سيادتك تطوير مصانع الزيوت، وجاري الطرح لهذا الموضوع، إنما لدينا احتياطي مخزون لدينا في مصر 4.9 شهر. بالنسبة للحوم الحية، أنا التعاقدات مع الشركة المصرية السودانية مستمرة، وعندنا كفاية 6 أشهر، وبنستورد من خلال الخدمة الوطنية كذلك اللحوم المجمدة من السودان. بالنسبة للفراخ الحية لدينا اكتفاء ذاتي، ولكن هناك بعض التقلبات في الأسعار، ده جاية نتيجة موضوع آخر جدا، إنما لدينا اكتفاء ذاتي من الفراخ الحية، والفراخ المجمدة بنستعين بها في بعض المواسم، ولدينا احتياطي 4 أشهر من الفراخ المجمدة. وبالتالي هنا لدينا بناء على توجيهات سيادتك واستراتيجية الحكومة في هذا المقام، إن احنا عندنا احتياطي استراتيجي آمن الحمد لله، استطاعت جمهورية مصر العربية أن تجابه كافة الأزمات التي حدثت في العالم وأثرت على جميع الدول، ولكن الحمد لله لم يحدث نقص في السلع الأساسية في جمهورية مصر العربية، وهذا لتوجيهات سيادتك والإدارة المنضبطة والتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الحكومة حتى يمكن تأمين هذا الموضوع. بالنسبة بقى لهذا الصرح العظيم واللي الشرف أن أكون دكتور علي، من فضلك رجع اللوحة اللي فاتت لو سمحت. أنا بس هنا عايز أقول إيه، والدكتور علي قالها في كلامه، قال إن إحنا يعني إحنا الكلام اللي إحنا مأكدين عليه 6 شهور يا دكتور مصطفى. مش كده يا دكتور علي؟ أي فندم. بس أنا عشان بس نتوقف قدام مثلا القمح والرز والسكر، إن لا حاضر منع سوري لا لا متأسف لا يا دكتور علي مفيش أسف ولا والله متأسف. أنا بقول كده مش لحضرتك طبعا، أنا بقول كده للناس اللي هي بتسمعنا وبتشوفنا عشان تبقى مطمنة، ومش عايزين نتكلم في موضوع الأكل ده كتير في التلفزيون. تاني بقولها ما يصحش، تاني بقولها الحاجة موجودة، وإحنا شفافين جدا معاكم وصادقين جدا معاكم وبنقول لكم كل حاجة. لما بيقول موسم القمح وموسم الرز وموسم البنجر والقصب، ده معناه ان حتى لو انت شايف النهارده 4.5 شهر للقمح،
ده معناه ان الانتاج القادم هيخليك يعني ده بيسلم ده، واحنا محافظين على الست شهور رغم ان ده بيكلفنا اعباء ماليه. انا عايز اقول لكم كلمه ست شهور معناه ان انا بقى احبس او احجز فلوس لمده ست شهور، صح كده؟ يعني بشتري واحطهم في المخازن، مش كده يا دكتور؟ صح يا فندم. ده اللي احنا بنعمله، ده تكلفه كبيره جدا في ظل اللي احنا بنشوفه في العالم كله، لكن لا باس احنا مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بتقابلنا. لكن عايز اقول ان حتى لو انت بتشوف النهارده 4.5 او 3 او 3.5، ده معناه ان الانتاج القادم اللي هو خلال شهور يمكن ابريل ولا حاجه بالكتير، مش كده؟ والسكر بعد اذن حضرتك، السكر احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في القصب، وفي فبراير هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البنجر. يعني موسم السكر المصري هيبدا من فبراير الى 6-7. في انتاجنا بننتج 2.8 مليون طن سكر، اللي هما بيغطونا اكتر من واحد. يعني لو انا عايز اكتب صح ان شاء الله السكر الى اخر العام. طيب. لو عايز اكتب كده يعني. طيب. انا بنتكلم على الوضع اللي موجود في مخازننا دلوقتي، مش كده؟ صح، اللي موجود في مخازننا. نيجي بس لموضوع الزيت، وانا عايز اقول لكم ان احنا تقريبا كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح يا دكتور مصطفى، وبنقول ان احنا بنستورد 2.5 مليون طن، مش كده دكتور علي؟ اه طبعا. وده اكتر من 90% من احتياجاتنا. لكن احنا يعني شغالين في خطه بنتكلم في 250,000 فدان صويا دلوقتي، والسنه الجايه ب 500,000 فدان صويا عشان نزود حجم انتاج الزيت من الفول الصويا المحلي، وعشان الفلاح المصري يستفيد من ده بدل ما احنا نشتري من بره. شوفوا يعني ما تنسوش ان البلد في خلال 30-40 سنه زادت بنسبه كبيره جدا جدا عدد السكان بتاعها، بس احنا كمان في الوقت ده الدوله ما قدرتش تعمل خطط وتنفذها تجابه بيها هذا النمو الكبير. يعني الدكتور علي بيقول لي احنا كنا 1.4 من عشرة ساعة تخزين. احنا المفروض يبقى اكتر من 6 مليون طن عشان الذره والرز والقمح، مش كده يا دكتور علي؟ طبعا. بغض النظر عن خطه استخدامهم كصوامع. طب احنا هو بيقول في 600,000 طن، وبنقول احنا حتى الكميه دي مش كفايه، مش كده؟ وبنشجع المستثمرين على ان هم لو عايزين يعملوا مناطق لوجستيه في الموانئ الرئيسيه او في هيئه الاقتصاديه لقناه السويس، احنا ايه؟ مستعدين. تمام. مستعدين ليه؟ عشان يبقى مصر في موقعها ده تقدر تستفيد من الموقع ده بان هي تبقى منطقه لوجستيه مش لمصر، للمنطقه كلها وللعالم لو امكن، مش كده يا دكتور علي؟ هناك حوار لعمل مثل هذا الموضوع. ما انا الحوار لما انا ما بفكرش الا لما الحاجه تتبقى قدام عيني كده ان شاء الله. طول ما حوار ما لا لما اشوفها قدام عيني كده. على كل حال فاحنا ماشيين في ده، وبنحاول نقلل الفجوات اللي نجمت على النمو خلال السنين اللي فاتت وما حصلش نمو مماثل ليه في الدوله. وهنا هقول نقطه مهمه قوي ليكم كلكم. كتير من النقاش اللي بيدور يقول لك ايه كانت اولويات الدوله في الوقت ده، كانت المفروض تتغير للصناعه بس يا دكتور مصطفى، وده كلام صح، ده كلام ايه صحيح، بس انا كانت الامور كلها محتاجه جهد في كل المحاور. يعني ما كنتش اقدر اعمل اسيب البلد كخطه تجمد كل شيء تاني اكتر ما هو متاخر، واقول ايه طب خلونا نعمل نطور في الصناعه لان العائد بتاعها اكتر. ده كلام صحيح، ده كلام مظبوط، بس انا ما اقدرش اعمل ده واسيب بقيه القطاعات اللي كانت فيها مشكله. يعني خلينا نتكلم في قطاع زي قطاع مثلا الري، ده قطاع مهم قوي. طب وانا لما اعمله هو في عائد مباشر كتشغيل صناعه او كلام من هذا القبيل؟ ابدا مش هيبقى فيه، ده بالعكس ده كلها عن حاجات خدمات.
مفيش عوائد مباشرة منها على ان انا انتج حاجة بشتريها من بره او اصدرها حد. فكان لابد ان احنا نتحرك في كل المجالات في وقت واحد، حتى لو كان عوائدها مش هتبان دلوقتي. والنهارده لما بنتكلم على مصنع زي اللي انتم بتشوفوه، احنا تالت مره نيجي هنا. لو النهارده تتصوروا ان ده كلها حاجات نسبها مش كبيره قوي، يعني المصانع العين رغم من ضخمتها مش نسبه كبيره بالنسبه للدوله المصريه اللي فيها 105 مليون. انت بتتكلم في 18% و20% من الاستهلاك المحلي، والباقي الشركات الاخرى بتاعت القطاع الخاص بتسده. لكن عقبال ما اتعملت خدها وقت قد ايه؟ عقبال المصنع بيتعمل، احنا هنفتتح خلال ان شاء الله الشهر الجاي المجمع بتاع الاسمده الازوتيه. احنا بنتكلم واحنا في منتهى الضغط، ضغط العمل عشان يخلص، بنتكلم في 2.5 3. طب بيشغل كم واحد؟ لما يكون انت عندك فجوه 20 30 مليار دولار بين الدولار اللي انت عايزه وبين الدولار المتاح لك، عشان توفره بصناعات تجيب لك ال 20 30 مليار دول، انت عايز تعمل شغل مش اقل من 100 مليار دولار، ولا انا بقول مش اقل من 100 مليار دولار، وعايز لك مده زمنيه مش اقل من 5 ل 7 سنين، ولا لا طبعا. طب هل الدوله بس اللي تقدر تعمل ده، ولا الدوله والقطاع الخاص؟ طب في تشجيع؟ اه طبعا. طب ما احنا قلنا الرخصه الذهبيه ليه، واحنا مستعدين اكتر يجي اي مستثمرين محليين من مصر او حتى من الخارج، واحنا نيسر لهم والاتصال المباشر مع دوله الرئيس ومعايا. انا مش ببعد عن اللي حضرتك بتقوله، بس ده جزء من الواقع اللي احنا عايزين نغيره ونحسنه لافضل من كده. فانا بس عايز اطمن الموضوع يعني الموضوع يعني السلع موجوده ومفيش فيها مشكله ولا اي حاجه، والازمه اللي مرت علينا خلال الثلاث اربع شهور اللي فاتوا دول ان شاء الله ان شاء الله ما تجيش تاني، ونكمل فيها بشكل نكمل يعني طريقنا بشكل افضل من مما كنا عليه. تاني ارجو ان احنا موضوع يعني الكلام على التوفر، ممكن يعني عشان برضو يبقى غطيت الكلام كله، يقول لك ايه بس الدكتور علي مش قادر يسيطر على الاسواق. طيب يعني وده كلام مهم يا دكتور علي. مش في البرلمان كلموك في النقطه دي وقالوا لك يعني طيب ما هم، وده كلام مهم صحيح، لان في الاخر المواطن هو اللي بس عايز اقول لكم النهارده يعني ده بيتكلم عنده هو تبعه هو 20 30 الف منفذ مش كده، غير المنافذ بتاعه القوات المسلحه ووزاره الداخليه. يعني لو حطيت دول معاهم كمان يمكن يخش لهم في 35 40 الف منفذ. ده عشان يحاول يخفف من حجم الازمه الكبيره اللي احنا بنتكلم فيها على مستوى العالم. لكن ما حدش يتصور ايه يقول لك احنا بنخش محل نلاقي هنا بثلاثة ونغيب من المحل ده بثلاثة ونص. صحيح ده صحيح، بس ده امر يعني لو انتوا النهارده تصورتوا ان احنا ممكن كدوله، انا صادق معاكم، سواء وزاره التموين او وزاره الداخليه تقدر تقوم بدور في انها تعمل تسيطر على ده صعب. لكن احنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالي ما اشتريش منه، ونبقى اديناهم الدرس انك انت ما دام بتغلف اسعارك اكتر من غيرك بلاش منها خالص، لغايه لما الامور تنتظم معانا ومع الجهد اللي بنقوم بيه في الرقابه من التموين ووزاره الداخليه، واحنا كل يوم وبنعلن ده. وانا يمكن برضو يعني مش مستريح كل يوم وزاره الداخليه تطلع مسكنا ومسكنا ومسكنا، يعني انت مطلعنا شكلنا وحش قوي بس بجد كل يوم في النشر يقول لك مسك ده مش عارف كم واحد، ما تمسكهم وخلاص يعني. اتفضل استريح. اتفضل دكتور علي. بشكر حضرتك جدا بجد، الشكر موصول.
نيجي هنا بقى للأخبار السارة والأخبار الهامة جدا، وهو الافتتاح المرحلة الثانية من هذا المجمع العملاق ومدينة والمدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز. بأمانة وليس مبالغة، يمثل هذا المشروع إضافة حقيقية للقدرات الصناعية والإنتاجية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة وهذا هام جدا أنه نموذج حقيقي يحتذى به لمفهوم تكامل الصناعة وكذلك الجودة والكفاءة. والثلاث حاجات دول مهمين جدا، وإذا بصينا لمجمع سايلو فود هنجد أن زي ما جه في البرزنتيشن أو في الفيلم اللي شفناه أن القمح بيجي في الصوامع بتحافظ عليه على أعلى جودة، ثم المطحن كان نفسي يطلع صور للمطحن على أعلى مستوى من المعدات والدقة في هذا، فينتج دقيق جيد. يتم توزيع هذا الدقيق أوتوماتيكيا على خطوط الإنتاج، سواء خط إنتاج البسكويت، سواء خط إنتاج المخبوزات، سواء خط إنتاج المكرونة، ثم يتم عملية الإنتاج زي ما احنا شفنا، ثم التغليف، ثم التعبئة، ثم التخزين، ثم التوزيع. هذا المفهوم مفهوم متميز لسبب من الواضح التكامل، واضح ان كل العمليات موجودة دون التدخل البشري، الجودة واضحة من الاعتمادات الموجودة وكذلك جودة الآلات المستخدمة، ثم بعد ذلك الكفاءة، لسبب عندما يكون هذا الإنتاج وهذا الكم وبهذه الطريقة نجد أن نستطيع أن نتحكم في الأسعار وبالتالي نحصل على كفاءة إنتاجية عالية. ليه أنا بقول كده؟ لسبب هنشوف في الكلام اللي هقوله بعد كده كيف أثر ذلك على المواطن وعلى السعر في هذه المنتجات الهامة. النقطة الثانية، وبشكر فخامة الرئيس، وليس أن أنا لي حاجة أن أنا أشكر حضرتك، ولكن توجه حضرتك بعمل المرحلة الثالثة وهي قهوة وإدفينا، وشفنا مدى التقدم فيها، برضو جزء متكامل مع هذا المجمع العظيم اللي هو يستطيع أن احنا نقول عليه أكبر مجمع للصناعات الغذائية ليس في جمهورية مصر العربية ولكن في إقليمنا اللي موجودين احنا فيه. فهذه إضافة، هذه الإضافة بتؤثر في الناحية التجارية أنه هيتيح هذه السلع للسوق المحلي وكذلك التصدير والمستقبل في التصدير حتى نقلل من الفجوة الدولارية اللي موجودة. وبمثل هذه الجودة وبمثل هذا الإنتاج نحن متأكدين أن ما نستطيع أن نصدره هيكون في زيادة مستمرة. النقطة الأساسية في ذلك، أنا بتكلم من الناحية الفنية ومن الناحية الإنتاجية، ولكن كل هذا هي منتجات للمواطن المصري. لو جينا بصينا للمكرونة، لو جينا بصينا للبسكويت، لو جينا بصينا للخبز، لو جينا بصينا بعد كده للألبان، لو للجبن، للحلاوة الطحينية، لكذا، لكافة المنتجات، حتى العصائر، حتى المركزات، هي منتجات أساسية وتمثل سلع أساسية في الغذاء للمواطن المصري. فطبعا عشان نعرف قيمة الشيء نفترض أنه هو ما كانش موجود، وإحنا كنا بالقريب العاجل منذ 3 سنوات فقط هذا الصرح لم يكن موجود، والجميع يعلم ماذا كانت مشاكل الوجبة الغذائية. لم يكن يتم فصل دراسي إلا بمستشفيات وقصة وأولادنا، مش عايز أذكر هذه الأمور بس عشان نشعر بمدى القيمة المضافة لذلك. النهاردة بينتج هذا المجمع الوجبة المدرسية مؤمنة جيدة من ناحية القيمة الغذائية، وكذلك ليس فقط الإنتاج والتعب الكبير جدا اللي تم لوضع سلاسل الإمداد والتوزيع ده لوحده قيمة. ويمكن أنا شرفت أن حضرتك كنت ترأس هذا الاجتماع، ووجهت ان الموضوع مش هنديه لناس توزع، لا، لابد ان يكون هناك حوكمة وضوابط. وبان هنا
الباركود والقرايه ووصلت فين في المدرسه وراحت فين وتوزعت ازاي. فاحنا بنتكلم على منظومه حقيقيه لها درجه كبيره من الحوكمه. وزي ما سيادتك قلت اهو خلاص عملنا الوجبات المدرسيه، فاي مشاركه تيجي ولكن امننا هذه المنظومه الهامه. لو جينا نبص للبسكويت اللي احنا مثلا قد يبدو انه حاجه بسيطه، لا ده صناعه ليست من السهله، وبينتج حوالي اكثر من 40 نوع، وهذه المنتجات في كل الاعمار سواء الاطفال سواء رياض الاطفال سواء كذا. والاهم من ده انه هو يمثل قيمه غذائيه جيده ومنضبط من نواحي سلامه الغذاء. المخبوزات شفنا كل انواع العيش ومنه حتى العيش البلدي، وبالتالي بيزيد ذلك من المعروض في الأسواق. وإذا كان لي أن أنا أتكلم حتى يمكن أن نتحكم في الأسواق وفي الأسعار، لابد من زيادة الإتاحة، الإتاحة 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 بجودة جيدة، هنا ساعتها هنضبط الأسعار. لما نبص بقى لأكبر إضافة حقيقة هو منتج المكرونة، نجد أن هذا المنتج أدى واجبه وعلى أكثر وجه، لسبب النص الثاني من 2022 كان هناك أزمة في الرز في آخر الموسم قبل أغسطس، من يوليا لسبتمبر. لولا وجود سايلو فودز والضخ الكبير اللي تم أكثر من 20,000 طن في الأشهر اللي حصل فيها دي، ما كانش في بديل الا ان احنا ندي جوده عاليه من المكرونه حتى تكون بديل للرز. ليس فقط مع زياده اسعار القمح اللي وصلت لاكثر من 50، النهارده يمكن 30% من الاسعار ما قبل كورونا، انما وصلت لاكثر من 50%، استطعنا بالتعاون مع سايلو فود ان احنا نتيح القمح باسعار معينه، الدقيق باسعار معينه، وانتاج المكرونه النهارده بنتكلم على 8 من 10 كيلو، لم يزد عن 12 جنيه والمناظر له في الاسواق 14 و15 جنيه. وجود مثل هذا الصرح العملاق استطعنا ان احنا نقلل هذا. هذه الامثله سيتم وجودها في الالبان والجبن وكافه المنتجات. فهذا الصرح العظيم بيصب في الاخر لصالح المواطن المصري. واسمح لي سياده الرئيس بالنيابه بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن كافه العاملين في قطاع التجاره الداخليه والتموين، نتقدم بخالص الشكر لسيادتكم لدعمكم المستمر وكذلك وجود مثل هذه الكيانات العملاقه التي تساعد في توفير هذه السلع الاساسيه الجيده وباسعار مناسبه لجمهور بنخدمه. احنا بنخدم اكثر من 64 مليون مواطن في بطاقات التموين، وبنخدم اكثر من 71 مليون في العيش. فلكم كل الشكر والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج المصنع أو المتداول في الأسواق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة هو الدور المنوط بالهيئة القومية لسلامة الغذاء كجهة خدمية تختص بالرقابة على تداول الغذاء وسلامته في مصر، وبهدف أيضا توحيد الجهات الرقابية الرئيسية على الأغذية. كلمة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم. لقد كان إنشاء هيئة متخصصة لسلامة الغذاء مطلبا ملحا يضع مصر في مصف الدول التي لديها أجهزة وهيئات قائمة تعنى بسلامة الغذاء على المستوى الإقليمي والدولي، لتصدر توجيهات سيادتكم في يناير 2016 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتزاما من الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية لسلامة الغذاء، تقوم الهيئة في الوقت الراهن بإعداد الاستراتيجية الأولى لها عن الفترة ما بين 2023 ل 2026،
والتي تهدف إلى تعزيز التخطيط والتنفيذ المحكم للبرامج والنظم الرقابية على الأغذية من خلال مواكبة التحول الرقمي للخدمات الداعمة للنظام الرقابي، كذلك تعزيز منظومة معامل التحاليل من خلال الربط الإلكتروني لضمان فاعلية العمليات ودقة وموثوقية النتائج الداعمة لاتخاذ القرارات. وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الصناعات الغذائية تحقيق قفزات متلاحقة في التطور والنمو، فإنه أصبح من الواجب على الهيئة أن تسارع في بناء شراكة فعالة مع هذا القطاع، وهو ما تمثل في التواصل المتكامل مع مجمع مصانع سايلو فودز من خلال مد جسور الثقة والتعاون ونقل الخبرات العلمية والبحثية، وكذا تقديم المشورة والدعم الفني من خلال الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لضمان وتأكيد استيفاء وتطبيق أعلى معايير السلام، وهو ما أدى إلى استيفاء المرحلة الأولى والتي ضمت المطحن ومصانع البسكويت بأنواعه والمخبوزات والمكرونة بأنواعها لاشتراطات الهيئة المطلوبة وإدراجهم بالقائمة البيضاء المعتمدة بالهيئة، في حين جاري استكمال إجراءات تسجيل واعتماد مصانع المرحلة الثانية والتي تشمل كل من مصانع الألبان المعبأة والمطعمة بأنواعها، الأكبان، مصانع الحلوى بأنواعها والطحينة، وكذا وحدة تحميص وتعبئة الفول السوداني وخط البسكويت المغطى والصب. وفي إطار تنفيذ منظومة تغذية مدرسية متكاملة آمنة وصحية، يتم تعاون الهيئة مع مصانع سايلو فود للصناعات الغذائية ومصانع القطاع الخاص الأخرى من خلال مجموعة العمل المشكلة بتوجيه من دولة رئيس الوزراء بشأن معاينة وإقرار المواصفات الفنية لعدد 57 موقع بناء مخصصة لإنشاء مخازن متطورة لمنظومة التغذية المدرسية في 15 محافظة من إجمالي 94 موقع طبقاً للإشتراطات المحددة من الهيئة. وأخيراً، فإن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعاهد فخامتكم وجموع المواطنين المصريين على العمل جاهدة لمواصلة مسيرتها في ضمان سلامة الغذاء ومأمونيته للمواطن المصري، وتسهيل حركة التجارة مع ضمان سلامة الغذاء لتحقيق أعلى المعدلات من الصادرات وتعزيز ثقة المستهلك وأصحاب العمل في دور الهيئة الرقابية. وفقكم الله سيادة الرئيس لما فيه خير مصر وشعبها العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الرئيس، الحضور الكرام، استكمالاً للاستراتيجية التي تنتهجها الدولة بمؤسساتها المختلفة وبناءً على توجيهات القيادة السياسية، يأتي افتتاح المرحلة الثانية من مجمع مصانع سايلو فودز للصناعات الغذائية لتعزيز توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، ومن أجل توفير المزيد من فرص العمل مراعاة للبعد الاجتماعي واستمرارا لجهود الدولة في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة. كلمة السيد اللواء أركان حرب تيمور موسى أبو المجد، رئيس مجلس إدارة سايلو فودز للصناعات الغذائية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، أرحب بتشريف سيادتكم بشركة سايلو فودز، أحد المشروعات الاقتصادية العملاقة والتي كانت نتاجاً لفكر سيادتكم الساقط بتعزيز الصناعة الوطنية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة. فقد صدرت توجيهات سيادتكم بإنشاء شركة سايلو فودز على مساحة 170 فدان وبطاقة إنتاجية 750 ألف طن من السلع الأساسية سنوياً، وذلك على مرحلتين لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية. كان الهدف الأول تصنيع منتجات من السلع الأساسية وتوفيرها بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين،
ولتحقيق هذا الهدف تم تشغيل مصانع المرحلة الأولى بالطاقة القصوى، والتي تضم مصانع المكرونة والمخبوزات والبسكويت ومطحن للقمح بطاقة إنتاجية 1600 طن يومياً، وتم خلال العام السابق إنتاج 500 ألف طن من المنتجات الغذائية، دعمت منها وزارة التموين وبنك الطعام المصري بكمية 135 ألف طن، وطرح الباقي بالأسواق المحلية والإقليمية بإجمالي 365 ألف طن لتخفيف الضغط على الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. الهدف الثاني تصدير الفائض عن متطلبات السوق المحلي لتوفير العملة الأجنبية، ولتحقيق هذا الهدف تم الاشتراك بعدة معارض دولية نتج عنها تصدير 11 ألف طن من منتجات الشركة لعدد 13 دولة. الهدف الثالث تطوير نظام التغذية المدرسية من خلال تقديم وجبة غذائية صحية طبقاً لمواصفات برنامج الغذاء العالمي. وفي إطار تحقيق هذا الهدف تم إعداد وجبة غذائية متكاملة مدعومة بالفيتامينات والمعادن بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، وتم خلال العام السابق توزيع وجبات مدرسية لعدد 13.5 مليون طالب يومياً لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف بإجمالي 600 مليون وجبة خلال العام، وهو أعلى معدل توزيع للوجبات المدرسية على مستوى العالم، مما استحق منح الشركة درع موسوعة جينيس للأرقام القياسية. سيادة الرئيس، صدرت توجيهات سيادتكم باستلام الموقع في الأول من يناير عام 2019، وبناء عليه بدأنا العمل على قدم وساق، وبالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات تم إنجاز هذا المشروع العملاق في زمن قياسي. ومنذ تشريف سيادتكم بافتتاح المرحلة الأولى في الثالث من أغسطس عام 2021، تم وضع خطة متكاملة لتأهيل المصانع وتطوير وتنويع المنتجات وفقاً لأحدث معايير الجودة، حيث اجتازت مصانع المرحلة الأولى جميع شهادات الجودة المحلية والعالمية التي تمنح امتياز التصدير لدول الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي. وقد بلغ إجمالي عدد منتجات الشركة حتى الآن 135 منتج. سيادة الرئيس، اليوم تشرف شركة سايلو فودز بافتتاح المرحلة الثانية، والتي تضم مصنع لمنتجات الألبان بإجمالي 9 خطوط بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً، مصنع الحلاوة والطحينة بإجمالي 5 خطوط بطاقة إنتاجية 16 ألف طن سنوياً، مصنع للبسكويت المغطس والصب بإجمالي 2 خط بطاقة إنتاجية 7800 طن سنوياً لإنتاج أصناف عالية الجودة تضاهي الأصناف العالمية لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية. معمل مركزي لإجراء التحاليل الدورية للمنتجات بطاقة 40 ألف عينة سنوياً، وقد تم اعتماده من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك طبقاً للمواصفة الدولية. مصنع للكرتون المضلع بإجمالي طاقة إنتاجية 26 ألف طن. محطة لإعادة تدوير المذيبات بطاقة 1200 طن سنوياً، وذلك طبقاً للرؤية وجهود سيادتكم في مجابهة التغيرات المناخية والحد من آثار التلوث البيئي. فقد تم إنشاء المحطة لاسترجاع الغازات المتطيرة الناتجة عن تصنيع الطباعة المرنة وإعادتها لصورتها الأولى بنسبة 95% من الخامات المستخدمة. سيادة الرئيس، إن شركة سايلو فودز بما وفرتم لها من دعم وإمكانيات غير مسبوقة تعد صرحاً من صروح الصناعة على مستوى الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز للمشاركة فيما تحقق من إنجازات ونجاحات، ويدفعنا لمواصلة الإنتاج ليل نهار لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وأخيراً، اسمحوا لي سيادتكم بتقديم الشكر للعاملين بالشركة على ما قدموه خلال الفترة السابقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي سيادتكم باسم كل العاملين في الشركة أن أتقدم بكتاب الله ليكون خير حافظ لسيادتكم.
السيد الرئيس، الحضور الكرام، من بين الأهداف الرئيسية لإنشاء شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية تطوير نظام التغذية المدرسية من خلال تقديم وجبة غذائية صحية مؤمنة لطلاب المدارس طبقا لمواصفات برنامج الغذاء العالمي، وكلل هذا المجهود بالنجاح بحصول الشركة على شهادة جينيس للأرقام القياسية كأكبر رقم توزيع وجبات مدرسية على مستوى العالم في الفترة من 2021 حتى 2022، مع كلمة السيد طلال عمر نائب رئيس موسوعة جينيس للأرقام القياسية في الشرق الأوسط. Your Excellency, Mr. Abd al-Fattah al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt. Ladies and gentlemen, I'm pleased to be here with you today on behalf of Guinness World Records to announce the result for a new Guinness World Record attempt by Sailo Foods in Egypt. The record title is for the largest distribution of school meals in 1 year. Firstly, I would like to confirm that Sailo Foods has complied with all the strict standards of this world record and provided the required evidence to officially document it. Therefore, it gives me a great pleasure on behalf of Guinness World Records to announce a new record achievement for the largest distribution of school meals in 1 year. And this was achieved between September 2021 and June 2022. The new record is 600,426,453 meals. On behalf of Guinness World Records, I would like to congratulate you on the new record achievements. Congratulations. الآن يقدم السيد طلال عمر نائب رئيس موسوعة جينيس الشرق الأوسط شهادة الموسوعة للسيد اللواء أركان حرب تيمور أبو المجد رئيس مجلس إدارة سايلو فودز. وما تقولش ما فيش فايدة على حالي كده هفضل ده في شمعة أمل قايدة وبكرة شايل لك الأفضل. وما تقولش ما فيش فايدة. سيد الرئيس، نستأذن سيادتك يا فندم في بدء الجولة التفقدية إذاناً. أستأذنك في دقيقة واحدة بس أختم بها كلامي. بوجه الشكر لكل العاملين وبهنيهم كمان على الموسوعة وعلى الرقم، وأرجو إن إحنا يبقى دايماً دايماً بنحقق أرقام عظيمة وتقدم كبير في كل المجالات. يعني أنا بس في موضوع عايز أتكلم فيه وأرجو إن إحنا كمواطنين وحتى كإعلاميين المسؤولين عارفين اللي أنا هقوله ده. إحنا سياسة مصر دايماً سياسة بتتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل وفي الخارج، وبالتالي أنا عايز أقول إن أنا بتابع مواقع التواصل وبشوف إن ساعات بيبقى فيه يعني حماس زيادة أو حتى مش عايز أقول تجاوزات يعني في الكلام وفي كده. أنا بتكلم على مش بتكلم على موضوعات محلية، أنا بتكلم على موضوعات خاصة بعلاقتنا مع أشقائنا، وده أمر يا جماعة ننتبه ليه كويس. أرجو إن إحنا نخلي بالكم ده بتعكس مدى فهمنا ومدى تقديرنا للعلاقات مع الأشقاء، وبالتالي لما يبقى في موضوع يتم تداوله بدون أساس. بدون أساس يعني إيه؟ يعني ملوش خلفية. إحنا بنقعد ونتكلم ونقول يعني أمور قد لا تكون لها أساس من الصحة بصراحة. طب ليه؟ طب إحنا هنمشي وراء بعض المواقع المغرضة اللي عايزة تعمل فتنة بيننا وبين الأشقاء؟ أقل حاجة نعملها إن إحنا نسكت. إن ما كناش نقول كلام طيب فإحنا نسكت. الكلام ده بينطبق مش بس على كده، حتى على وسائل إعلامنا اللي إحنا ما بنتدخلش فيها. يا جماعة إحنا مش بنكتب يعني إلا دايما
لصالح ايه؟ لصالح تحسين ودعم العلاقات، مش العكس. احنا علاقتنا طيبة بالجميع، وده منهج احنا ماشيين بيه مش النهاردة، احنا بقالنا من يعني منذ تولية المسؤولية ده مسار انا بننتهجه كدولة، حتى في الازمات وفي الخلافات مثلا كبيرة كنتوا شايفين ان احنا دايما يعني ما فيش تصريحات سلبية ابدا ومنضبطة جدا، وبالتالي ما يصحش ان احنا يعني نسيء لأشقائنا، ومش هقول نسيء بقى، وما ننساش وقفة أشقائنا معنا. يعني معنى كده لما أنا هقول بقى فرضية مش موجودة، يعني لو في أزمة أنا أطول لساني أنا أقول كلام مش مظبوط؟ ده كلام ما يليقش أبدا. يعني ده فين لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم. فاحنا لما نعمل كده كمواقع تواصل او حتى بعض المقالات اللي اشوفها مع اشقائنا في المملكه او اي دوله اخرى، المملكه العربيه السعوديه انا بتكلم، لا احنا حريصين، وده توجه دولة، وأرجو أن احنا كلنا كمواطنين ننتبه أن احنا لا ننساق وراء مواقع تقصد الفتنة بينا. احنا علاقتنا طيبة بالكل يا جماعة، علاقتنا طيبة بالجميع، ده حتى يعني في أصعب الظروف احنا لم، ومش عايز أقول أسماء دول دلوقتي لأن احنا زي ما شفتوا الأمور كلها تجاوزناها، وأنا كنت عارف كده ان حتى لو في خلاف مع دوله شقيقه من خلال السنين اللي فاتت حتى هنتجاوزها. حتى الازمه اللي موجوده مع دوله زي اثيوبيا في موضوع سد النهضه، انتوا بتلاحظوا ان احنا ما بنقولش كلمه واحده او تصرف واحد يسيء، ما كناش نقول حاجه جيده ما نقولش، ما كناش حاجه نبني ما نهدش. فارجو ان احنا بس نخلي بالنا قوي من 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 الموضوع دوت، وارجو انا بكلم كده مواقع التواصل، وبكلم حتى ساعات بلاقي بعض الزملاء في الاعلام، يعني ارجو لو في خط، لو في تصريح هنقوله كدوله بشكل رسمي، فلو احنا ما قلناش ده يبقى الامور كلها ماشيه طيبه. طب احنا بقى نبني ولا نسيء ولا نحسن؟ نخلي بالنا. شكرا جزيلا. استاذن سيادتك يا فندم، في بدء الجوله التفقديه اذانا بافتتاح المرحله الثانيه لمدينه سايلو فودز. خلاص فاضي السكة دكة على آخر السكة، لسه دكة كان ناس كتير شكة وشوفوا روحنا لفين. خلاص فاضي السكة دكة على آخر السكة، لسه دكة كان ناس كتير شكة وشوفوا روحنا لفين. خلاص فاضي السكة دكة على آخر السكة، لسه دكة خطوة يا بيت خطوة خطوة وشوفوا روحنا لفين. يلا نكمل سكة مشيناها، يلا نفرح سوا باللي احنا حققناه، يلا خلاص فاضي السكة دكة على آخر السكة،
لسه تكة كان ناس كتير شكة 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 وشوفوا روحنا لفين خلاص فاضي التكة تكة تكة على آخر السكة لسه تكة كان ناس كتير شكة 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 وشوفوا روحنا لفين مشاهدي الكرام تحية لحضراتكم دائما مجددة. يسعدني الآن هنا من شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية أن ألتقي الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. دكتور طارق أهلا بحضرتك، ويعني إنجاز آخر بيضاف إلى الرصيد المصري. ماذا عن إجراءات السلامة؟ لأنه أعتقد أنه عمل حضرتك يتعلق كثيرا بالمسألة سلامة الغذاء، الطريقة التي يتم بها إعداد السلع المختلفة أو المنتجات المختلفة. التعاون بيننا وبين مجموعة سايلو فود بياخد شكل بحثي وعلمي، ونتيجة استخدام سايلو فود مجموعة من الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال الصناعة المتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية، ده خلى مجموعة مصانع المرحلة الأولى اللي هي كانت بتشمل مصانع البسكوت ومصانع المخبوزات والمطحن ياخدوا أو يخشوا في القائمة البيضاء المعتمدة من الهيئة، اللي هي بتمثل الشركات اللي بتلتزم بالاشتراطات الملزمة وبتطبق مجموعة الاشتراطات اللي بتحطها الهيئة لضمان سلامة ومأمونية الغذاء. المرحلة الثانية من المشروع بتضم مصانع الألبان والأجبان وخط الفول السوداني والبسكوت، المرحلة الثانية منه دي في مرحلة التسجيل والاعتماد عشان تخش برضو في القائمة البيضاء. طب القائمة البيضاء بتشترط ايه علشان خاطر اقول انه استحققت ان اقول ان عندي سلامة غذاء لمنتجاتي؟ القائمة البيضاء بتضم مجموعة من الاشتراطات مرجعيتها والمعيار بتاعها معيار مبني على القواعد والمواصفات العالمية وداخل فيها الكودكس العالمي، ودي فيها آليات بتحكم العملية الإنتاجية بحيث أن المنتج الخارج من المصنع بيكون آمن ومأمون وبيكون على درجة عالية من المأمونية للمستهلك والمواطن المصري. الاشتراطات دي متحققة هنا يا فندم؟ الاشتراطات متحققة في كل المصانع اللي كانت موجودة في المرحلة الأولى، وبالتالي هي اعتمدت وأدرجت في اللائحة أو القائمة البيضاء. وزي ما قلت المجموعة الثانية اللي بنفتتحها النهاردة مع سيادة الرئيس في المرحلة الثانية هي اللي تحت التسجيل والاعتماد عشان تدرج برضو في القائمة البيضاء. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتني. أشكرك أشكرك. الدنيا بقالها تشوف الخير، ودينا فرقنا عشان حققنا اللي بنحلم ببقالنا كتير. بننوي ومصر بتنوي، الغروه مد ايديها تقوي، تسوي اللي ما يعمل وتخلي الدنيا بحالها تشوف الخير. عشان صدقنا ادينا بدأنا، وحلم بحلم جرينا سبقنا، ودينا فرقنا عشان حققنا اللي بنحلم ببقالنا. مشاهدي الكرام، الحقيقة هنا الحديث ليس فقط عن الإنجازات التي يمكن أن تضاف إلى الرصيد الغذائي، لكن هناك ما يجب أيضا
أن يدرج وأن يقاس وأن يتم تذكره في يوم من الأيام. موسوعة جينيس ريكورد الحقيقة بيتم تسجيل رقم قياسي جديد فيها من خلال توزيع أكبر عدد من الوجبات المدرسية خلال عام واحد، وهذا ما قامت به سايلو فودز للصناعات الغذائية. أعتقد أنه هذا إنجاز يستحق أن يرصد، وفي سبيل ذلك يسعدني أن أنا ألتقي الأستاذ طلال عمر نائب رئيس جينيس ريكورد للشرق الأوسط. أهلا بك. أهلا بك، وجدا سعيد لوجودي معكم في مصر اليوم. مشرفنا يا أستاذ طلال. يعني جينيس ريكورد قاست عدد الوجبات، اللي تم بالضبط عشان نوصل لأنكم بتمنحوا يعني هذا الرقم القياسي أو هذه الشهادة لمصر؟ صحيح، لسايل فوز. أكيد، هو بالنسبة لأي رقم قياسي في أربعة معايير: أنه يكون قابل للقياس، قابل للكسر، وأنه ممكن يتم كسره في أي دولة أخرى. هذا الرقم القياسي تواصلنا مع سايل فوز والعمل معهم كان على مدى شهور عديدة، كان فيها أدلة كثيرة لازم تم تسليمها، وتواصلنا معهم، والرقم القياسي هو لأكبر توزيع للوجبات المدرسية خلال عام واحد. الجميل أنه سايلو فود لما تعرفنا عليها أكثر هي مجمع مصانع بس بمعايير عالية جدا، وأعتقد أنه لديهم نموذج جدا جميل لسلاسل الإنتاج. الأجمل من ذلك أنه الأرقام القياسية بتكون لأهداف مختلفة. اليوم الهدف لهذا الرقم القياسي بيمس شريحة مهمة من المجتمع المصري اللي هي شريحة الطلاب. الهدف من سايلو فودز هو دعم ما يزيد عن 30,000 مدرسة، الوجبات توصل إلى أكثر من 12 مليون طالب. الرقم القياسي هو أكثر من 600 مليون وجبة تم تقديمها في خلال عام دراسي واحد، وهذا يعني رقم جينيس ريكورد تسجله كأكبر رقم، يعني فارق قد إيه عن الرقم السابق لي؟ صراحة الرقم مبهر جدا. الرقم السابق اللي قبله كان كحد أدنى لازم يسجل ما يقارب 100 مليون وجبة، لكن سايلو فودز وصلت إلى ما يزيد عن 600 مليون وجبة، وأعتقد يمكنها تحتفظ برقم القياس لفترة طويلة. لا، ده رقم يعني 600 مرة أكثر من 6 أضعاف هذا الرقم، يعني حاجة كان 100 مليون أصبح 600 مليون. بالضبط، هذا رقم كبير. ماذا تمثل جينيس ريكورد من وجهة نظرك؟ يعني أنت كل فترة بتعطوا في أحد المجالات المعتمدة لديكم في المنظمة، يعني جينيس ريكورد أو الرقم القياسي لإحدى المؤسسات أو إحدى ربما الدول، أو يعني أنت ماذا يتم منحه من جينيس ريكورد؟ الشهادة وإيه تاني؟ ماذا حتى تستشعر يعني؟ التنافس دائما موجود فينا كبشر، في الدي ان اي دائما بنحب نكون الافضل في كل شيء. جينيس الارقام القياسيه بتقيس الافضل في كل المجالات العالميه. الارقام القياسيه بتضيف للبلد اللي هي موجود فيها، سواء كانت في الرياضه، في الفن، في الصناعه. فالرقم القياسي اللي بنشوفه اليوم هو بيضع مصر في خارطة العالم او في مصاف العالم من حيث انتاجات او انجازات جميله جدا. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ طلال، شرفتني واهلا بك في مصر. شكرا. ده جمال لو يتقال بهنوة، تطلع ميت صورة وميت كلمة فيها كل الاختلافات حلوة، فيها حاجة غريبة غير المألوف تتمشى تشوفها بعين سافر دنيا غير الدنيا، ودي تاخدك دنيا ودنيا وتبص جديدي وشوف تلقاني ولا انت فين ولا انت عندك كم سنة، شوفها بعدين يوم واتنين ترجع وتلاقي الدنيا تقع تاني في حبها، تحفظ من الأول شكلها، تاخدك من الأول وانت بعيد الصدفة السحر اللي
والضحكة والسكة لواء أركان حرب الكرم سالم محمد رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للمولات. سيادتك مشرفنا في البهو الرئيسي المبنى الإداري صيلفون. تم التخطيط يا فندم لإنشاء المدينة الصناعية الغازية بالسادات على مسطح 850 فدان، وتشتمل على سايل فود على مسطح 135 فدان يا فندم، مصنع منتجات الألبان على مسطح 25 فدان، مجمع مصانع قهوة تين على مصنع 120 فدان، بالإضافة إلى 560 فدان توسعات مستقبلية. تم افتتاح مرحلة أولى سايل فود يا فندم بتشريف سيادتك في أغسطس 21، وتشتمل على مطحن للدقيق، صوامع 14 صومعة، بطاقة تخزينية 70,000 طن قمح، مصنع البسكويت الخاص بالتغذية المدرسية، مصنع المكرونة، مصنع المخبوزات، مصنع الدوبليكس والعبوات المرنة، بالإضافة إلى المنشآت الإدارية والخدمية فنية. المرحلة الثانية والمخطط افتتاحها اليوم بتشريف سيادتك، وتشتمل على مصنع حلاوة والطحينة بطاقة 5 خط، بطاقة إنتاجية 50 طن على اليوم، مصنع الكرتون بطاقة إنتاجية 100 طن على اليوم، محطة المذيبات لإعادة تدوير الأحبار بنسبة 95%، المعمل المركزي يشتمل على معمل الميكروبيولوجي والمعمل الكيماوي. أما مصنع منتجات الألبان يا فندم ويشتمل على منطقة الاستقبال المواد الخام، منطقة الخطوط عدد 6 خط لإنتاج اللبن بطاقة إنتاجية 100 طن على اليوم، 3 خط لإنتاج الجبن بطاقة إنتاجية 100 طن على اليوم، منطقة التعبئة، منطقة المخازن، محطة معالجة، صرف صناعي بطاقة إنتاجية 40 متر مكعب على اليوم، بالإضافة إلى المنشآت الإدارية والخدمية. مجمع مصانع قهوة إدفينا يا فندم تحت الإنشاء، النسبة التنفيذ الحالية 40% ومنتظر نهو خلال نصف الثاني من العام القادم، وتشتمل على 7 مصانع رئيسية، مصنع العبوات المعدنية، مصنع البقوليات، مصنع المجوات الجاهزة، مصنع الخضروات المجمدة، مصنع المركزات، مصنع العصائر، مصنع الصلصة والمربى، بالإضافة إلى مخازن المنتج النهائي. تم تنفيذ يا فندم منظومة التأمين الإطفائي لجميع منشآت المدينة الصناعية الغازية، بالإضافة إلى نظام المراقبة بالكاميرات. تم تنفيذ هذا المشروع فندم بإمكانيات 33 شركة وطنية. أي أوامر يا فندم؟ Thank you.
الحلاوه يا فندم بيبدا من تصنيع الطحينه، وتصنيع الطحينه بتمر بثلاث مراحل. اول مرحله مرحله الغربله والتنقيه، هنا سيادتك مشرفنا في مرحله تقشير السمسم والغسيل والتكفيف ثم التحميص من خلال سيادتك صومعتين موجودين. اتفضل يا فندم. انتهاء سيادتك تحميص السمسم بيمر في مرحله الطحن والتنعيم لتحويله الى طحين. اللي على شمال سيادتك بعد كده يا فندم بوصول المنتج التام الى مرحله الطحينه بيتم نقله عن طريق البمبات اللي موجوده وتحويله لمسارات التعبئه. في حاله توصيله الى منتج حلاوه يتم اضافه محلول السكري في منطقه الطبخ ثم تحويله عن طريق المبات الى ماكينات التعبئه. ماكينه تعبئه العلب يليها خط البار، ماكينه تعبئه البار عشان نعظم الاستفاده يا فندم من ماكينات والمحامص اللي موجوده. اضفنا خط لتعبئه الفول السوداني والسمسم كاضافه لمتطلبات السوق. على فين سيادتك يا فندم الشتات الحلاوه بتنزل في شتات ثم تمر بمراحل التقطيع والتسليم. اتفضل. هنا سيادتك الحلاوه بتمر بشيت، بعد كده بتمر بتقطيع، مكنه طوليه ومكنه عرضيه بالوزن المطلوب، كل مميز استخدام الاسكادا اللي بتحدد الوزن المطلوب اللي احنا محتاجينه. هنا يا فندم خط تعبئه الحلاوه البورشن الاسبريد، ممكن يعمل نوتيلا او اسبريد 30 جرام لحد 50 جرام. ايه دي حلاوه الاسبريد؟ دي طلبه المدارس يا فندم والسوق المحلي. طاقه المصنع طاقه كبيره جدا من 220 مليون بار. في جزء سيادتك بنسبه 25% للتغذيه و 73% من الطاقه هنطرحها في السوق المحلي وهتبقى قيمه مضافه. ان طاقه جديده نزلت في السوق عشان تخفف الضغط. هنا يا فندم تعبئه الطحينه، وبتتم اول مرحله جهاز التعقيم للبرطمان عشان نتاكد من خروج من جميع ما فيهاش اي حاجات مسدده او مثمرات. بعد كده بيخش لمنطقه التعبئه. منطقه التعبئه يا فندم هنا بيعدي البرطمانات طبقا للاوسان. في البرطمانات في كيلو 100 جرام حسب الوزن وحسب مستوى.
مشاهدينا الكرام، ما نزال مع حضراتكم في إطار فعاليات هذه الجولة وهذه الافتتاحات هنا في شركة سايلو فودز للأغذية. هذا الصرح العملاق وهذه المدينة الصناعية الغذائية التي تعد الوحيدة في الشرق الأوسط بهذا المفهوم وبهذا الحجم، حيث تبلغ مساحتها نحو 547 ألف متر مربع. الكثير من المنشآت ومن الهناجر، وكما تتابعون في هذه الصور شاحنات النقل التي تنقل المنتجات إلى كافة أماكن وربوع ومحافظات مصر. المتتبع لحجم هذا المشروع سيجد أن هذا المشروع هو مشروع متكامل يحتوي على كل ما يمكن أن يكون عنصراً وإسهاماً حقيقياً في كونها مدينة متكاملة. هي مدينة بها الخدمات، ولا أقصد مدينة السادات، بل أقصد هذه المدينة الصناعية الموجودة بمدينة السادات. هي مدينة في حد ذاتها متكاملة، مدينة تستطيع أن تستوعب أعداداً كبيرة من العاملين هنا بهذه الشركة في خدمات فندقية تقدم إليهم، وكذلك المحال وغيرها من الخدمات التي تقدم سواء للعاملين في هذه المدينة أو كذلك بعض الخدمات التي تقدم بشكل عام لأهالي مدينة السادات. يتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن إلى مصنع الطباعة، حيث يتم طبع المغلفات والمنتجات الموجودة والتي يتم إنتاجها في مصانع الشركة المختلفة. وقد تبعنا قسما من هذه المصانع ونتجه إلى أحدها الآن، حيث يتفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستمع إلى شرح من المختصين ومن المسؤولين ومن رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للأغذية حول مراحل سير العمل. يتجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن إلى مصنع الطباعة الموجود هنا ووحدة المذيبات التي ترتبط كثيرا بالطباعة. نتابع مع حضراتكم. وحدة المذيبات تقوم بعمل المستحضرات اللازمة للطباعة، وذلك من خلال إعادة التدوير. وكما تتابعون مشاهدينا الكرام، فيظهر في
الصورة هذه الأغلفة المطبوعة هنا، لا يتم أو لا تتم الطباعة في مطابع خارجية، بل أنشئت وحدة للمذيبات ووحدة للطباعة هنا في مقر الشركة ليكون العمل متكاملا، ولكي لا تحتاج الشركة لأن تتعامل مع منتجات خارجية أو مستلزمات إنتاج من الخارج، بل تكون كل المستلزمات منتجة هنا وتتم التعبئة ويتم التغليف ويتم بعد ذلك وضعها في الصناديق التي كذلك تنتج هنا في داخل المدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات. نتابع مشاهدينا الكرام مع حضراتكم هذه المشاهد، وربما يظهر جليا حجم المصانع وحجم الآلات التي توجد هنا في هذه المصانع على أحدث الطرز والموديلات. مشاهدينا الكرام، إن حجم الإنجاز الذي هو على الأرض بالفعل هو حجم كبير، فتغطي شركة سايلو فودز للأغذية جانبا كبيرا من الإنتاج المحلي لعدد من السلع، منها المكرونات المختلفة بأشكالها ومقاساتها المختلفة، وكذلك العوامل التي تدخل في تكوين الوجبات المدرسية للتلاميذ. وقد تابعنا منذ قليل حصول شركة سايلو على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث استطاعت الشركة أن توفر أكبر عدد من الوجبات المدرسية خلال أقل من عام، وذلك في سابقة تاريخية بتوفير 600 مليون وجبة مدرسية لتلاميذ المراحل المختلفة في مصر. يستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح مفصل لأهم المراحل الموجودة هنا في شركة سايلو فودز للأغذية، وذلك من خلال خطوط الإنتاج ومراحل الإنتاج المختلفة والتي هي مميكانة بالكامل. وقد ذهبت لأتفحص من قبل عددا من هذه المصانع ورأيت مراحل الإنتاج، وكان اللافت في الأمر أن المنتجات تخرج بالكامل دون أن تمتد إليها يد إنسانية. العمل كله مؤتمت والعمل كله مميكن، ومن مرحلة يتم التسليم إلى مرحلة أخرى حتى يخرج المنتج النهائي في أفضل صورة وبتغليف فاخر للغاية لمختلف المنتجات. هذا هو قسم الطباعة كما تشاهدون حضراتكم، ويتم تقطيع هذه الأفرخ الكبيرة إلى مقاسات أصغر من أجل أن يوضع على العلب وعلى المنتجات باسم الشركة وكذلك التفاصيل لكل منتج. ما تتابعون هو الآن وأريد أن أتحدث عنه هي هذه الصوامع العملاقة، حيث يأتي القمح عن طريق سيارات النقل ويتم ضخه في هذه الصوامع، ومن ثم بعد أن يتم تشوين القمح في الصوامع الكبيرة فإنها تنتقل إلى أو الأقماح تنتقل إلى المطاحن عن طريق أنابيب أوتوماتيكية
يتم ضخ القمح ثم طحنه ليصبح دقيقا، وبعد ذلك تمتد الأنابيب لعدد من المصانع الأخرى، سواء مصنع المكرونة أو مصنع البسكويت أو غيرها من المصانع التي تستخدم القمح، ويتم ذلك كما ذكرت لحضراتكم بشكل أوتوماتيكي بالكامل. العنصر البشري دوره الإشراف على حسن وانتظام سير العمل ومتابعة مدى دقة العمل، وكذلك الإشراف وتأكد من الجودة في المراحل المختلفة. لكن أيضا هناك غرف للمراقبة وللتحكم، وكذلك المعامل التي تقوم باختبار، وهذا هو المعمل المركزي، المعامل التي تقوم باختبار سلامة كل الأغذية. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر المعامل المركزية التي تعنى بالتأكد من سلامة وجودة الأغذية والمنتجات قبل تعبئتها وقبل تغليفها. كذلك هناك مرحلة لاحقة للفحص وتأكد من سلامة المنتجات بعد تعبئتها وقبل أن يتم نقلها. الآن يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مصانع الألبان وكذلك الأجبان التي يتم إنتاجها هنا، ويتم افتتاح هذه المرحلة اليوم إذانا ببدء الإنتاج وضخه إلى السوق المصرية على المستويات المختلفة. مشاهدينا الكرام، تقوم شركة سايلو فودز للأغذية بتوفير العديد من السلع الاستراتيجية التي تلزم المواطنين في حياتهم، وذلك من خلال توزيعها سواء عن طريق وزارة التموين من خلال البقالين والبدالين التموينيين، أو كذلك طرح المنتجات في الأسواق المختلفة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المنتجات هي موجهة لشرائح مالية واقتصادية مختلفة، ومنها كذلك ما هو موجه للتصدير، حيث هناك درجات من الإنتاج في المنتجات المختلفة وبأسعار متفاوتة، إلا أن القاسم المشترك في هذه المنتجات أنها بجودة لا تقل عنها كل هذه المنتجات، كذلك بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، ربما بنسب تتراوح ما بين 5% إلى 20 أو 30% عن مثيلتها من المنتجات، وإن لم تكن تماثلها في الجودة فهي بجودة أعلى من ذلك. يظهر هنا كذلك أسطول النقل البري، حيث يتم شحن البضائع والمنتجات بالشكل الآلي، وكذلك
في بعض المنتجات يتم الاستعانة بالشحن اليدوي، لكن يجيء ذلك بعد تغليف المنتجات في كراتين مختلفة، وبالتالي تضمن الشركة نظافة وسلامة كل المنتجات التي تخرج منها وتتوجه إلى الأسواق في محافظات مصر المختلفة التي تغطي أنحاء الجمهورية. الشركة تنتج ومسؤولة عن ضخ 1200 طن يوميا من المكرونات المختلفة، والسوق المصرية تستوعب وتستهلك يوميا نحو 3000 طن، أي ما يزيد قليلا على 35% من إجمالي إنتاج واستهلاك المكرونة في الجمهورية، وبالتالي فالشركة تسهم في الأمن الغذائي في مواد مختلفة ربما بأكثر من ثلث احتياجات المواطنين في كافة ربوع الجمهورية، وهو ما يضع بارزة ومهمة على دور شركة سايلو فودز للأغذية في تأمين احتياجات المواطن، وكذلك في تحقيق استقرار وتوازن الأسواق والأسعار في ظل عالم يموج بارتفاعات شديدة ومتقلبة في الأسعار، وهو ما نشهده خلال الأشهر الماضية في السوق المصرية. لذلك فإنتاج الشركة وبهذه الغزارة يسهم في توازن الأسعار عند حد معين، وكي لا تزيد أكثر عن طريق مبادئ المنافسة وقانون العرض والطلب، فكلما زاد عرض إحدى المنتجات فإن الأسعار تقل وبالتالي تزداد المنافسة، ويصب ذلك في النهاية في صالح المستهلك بشكل أو بآخر، وكذلك أيضا في صالح تحسين جودة الصناعات المختلفة. المنافسة هي القانون الحاكم الذي يجب دائما أن ينتبه إليه كل المصنعين، وذلك حفاظا على مقدراتهم وكذلك على صالح المستهلك الذي يقوم بشراء السلع والمنتجات المختلفة. وصل الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مصنع الألبان لنتابع في الوحدات المختلفة داخل هذا المصنع مراحل إنتاج الألبان المختلفة والمنتجات التي يمكن أن تستخرج وأن تعالج من الألبان، وبطبيعة الحال فهذه صناعة عملاقة وتحتاج إلى كثير من الجهد ومن التكنولوجيا ومن سلامة الغذاء والحفاظ أيضا على جودة ونظافة الألبان والمنتجات التي تخرج من هنا. وكما ترون فالتعبئة تتم على وتغليف يتمان على أحدث طرز ونظام، فهذه المصانع مصانع حديثة للغاية، وجزء من هذه المصانع أو القسم الأساسي الميكانيكي بالأساس تم استيراده، لكن تم تركيبه بأياد مصرية، وكذلك هناك صناعات تكميلية تم إلحاقها بهذه المصانع ليصبح المكون المحلي جزءا أساسيا من الآلات التي تتابعونها والتي ترونها الآن أمام حضراتكم على الشاشة. إن مسألة توطين الصناعة وتوطين التكنولوجيا لهو أمر أساسي في تحسين جودة الصناعات وفي تحسين مناخ الصناعة في مصر، وصولا إلى الارتقاء بهذا القطاع المهم فهو قاطرة التنمية الحقيقية. الصناعة في مختلف القطاعات سواء الصناعات الغذائية أو غيرها من الصناعات، هذا أمر تصر وتوجه إليه القيادة السياسية بأن يتم توطين الصناعات وأن
تستحدث الصناعة الوطنية بشكل محلي وبخبرات وأيد مصرية خالصة بعد ربما استيراد التكنولوجيا في المقام الأول من الخارج، لكن من المهم بطبيعة الحال أن يتم توطينها وأن يعلم الصانع المصري أسرار الصناعات المختلفة في مختلف القطاعات. الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن يتابع إحدى المراحل الموجودة هنا في مصنع الألبان في التعبئة والتغليف، فهناك ألبان مختلفة وبأسماء تجارية مختلفة كما تتابعون حضراتكم، وهذا بطبيعة الحال يسهم كثيرا في مسألة الوجبات الغذائية المدرسية كذلك في الأسواق المختلفة، والألبان هي إحدى السلع المهمة للأسرة المصرية خاصة في غذاء الأطفال سواء في وجباتهم المدرسية أو كذلك في الحياة العادية. نتابع هنا في هذا اليوم إضافة جديدة وحقيقية لمقدرات الصناعة في مصر من خلال شركة سايلو فودز للأغذية، والتي تقوم القوات المسلحة ممثلة في جهاز الخدمة بها في توفير عديد من المنتجات حرصا على الأمن الغذائي للمواطن والإقلال من الفجوة الغذائية وكذلك من الفجوة السعرية ما بين القدرة الشرائية للمواطن وبين الأسعار التي ازدادت مؤخرا بشكل مضطرد، وها هو دور الدولة في الحد من هذه الزيادات وفي تحقيق نوع من التوازن في الأسواق عن طريق توفير البدائل الملائمة بالجودة المناسبة وبالأسعار الأفضل والتنافسية بطبيعة الحال. يتابع السيد الرئيس الآن المراحل المختلفة في داخل المصنع، وهناك يعني المتتبع للصورة وللمساحات سيجد أنه المصانع قد أقيمت على مساحات شاسعة، وهذا يظهر جليا أمام حضراتكم. نحاول أن نوفر الصور سواء من داخل المصانع أو من خارجها، يعني الحقيقة أننا نتحدث عن مدينة حقيقية فعلية هنا في مدينة السادات، لم يعني يطلق عليها مدينة غذائية جزافا، بل هي تمتد لمسافات، وكذلك المصانع والهناجر الموجودة والتي تم بناؤها هنا اللافت للنظر أن هذه المصانع وكل هذا الحجم والإنجاز تم إنشاؤه في 14 شهرا فقط وبهذه الجودة، وبدأ العمل بالفعل وبالفعل بدأت الإيرادات. ويعني لا أخفيكم أنني حاولت أن أبحث عن الجانب الذي يمثل الإيراد مقابلة بالجانب الذي يمثل المصروفات ومصروفات التأسيس التي تم إنشاؤها هنا، وأنه تم بالفعل يعني رد جزء كبير من الاستثمارات التي تم استثمارها وخلال هذه المدة التي تخطت العام بأربعة أشهر أو بخمسة أشهر حتى الآن، أي أننا جاوزنا 16 شهرا من تاريخ عمل هذه المصانع، ونحن اليوم نفتتح المرحلة الثانية، وقد بلغت نسبة تغطية التكاليف الاستثمارية وتكاليف رأس المال التي تم إنفاقها هنا ربما تجاوز إلى ثلث ما تم إنفاقه وجاء في صورة إيرادات، وينتظر طبعا أن تزداد هذه الإيرادات بازدياد المنتجات وبازدياد حجم السوق المحلية واستيعابها للمنتجات المختلفة وبأسعار تنافسية للغاية. إن الدور الاجتماعي الذي تقوم به الدولة هو دور للغاية مهم، ويجب على الدولة كذلك
أن ترسم الملامح المهمة لسير الاقتصاد في المرحلة المقبلة، وهذا هو أحد الملامح التي يتم رسمها ونتابعه عبر شاشاتنا المختلفة اليوم. لكن كذلك فنمط الاستهلاك يجب كذلك أن يتغير لدى العديد منا. الأنماط الاستهلاكية ربما في بعض السلع، ويجب الحفاظ على المقدرات التي بين أيدينا، المقدرات المختلفة. هذا أمر آخر وموازن لتوجهات الدولة، لكن هو ربما الدور الذي يجب أن يقوم به كذلك المواطن، حذوا بالخطوات التي يجب على الدولة أن تطلع بها هي الأخرى. فكل عليه مسؤولياته، وكل يجب عليه أن يقدم ما عليه من واجب سواء اقتصادي أو مجتمعي. مشاهدينا الكرام، من مدينة السادات نتابع هذه الفعاليات على الهواء مباشرة من المدينة الصناعية الغذائية، والتي تقع بها مصانع شركة سايلو فودز للأغذية، وعددها 9 مصانع عملاقة في مجالات مختلفة. وحينما أتحدث عن 9 مصانع فإنني أتحدث عن مصانع يحتوي كل واحد فيها على عدد آخر من المصانع الأصغر، فنحن نتحدث عن صناعات عملاقة تغطي في بعض المنتجات ربما نحو ثلث إنتاج مصر واستهلاك مصر من بعض المنتجات الاستراتيجية، وبالتالي نتحدث عن حجم كبير للغاية، توفيرا للأمن الغذائي. والأمن الغذائي هو أحد أهم أنواع الأمن القومي التي يجب الحفاظ عليها، فمن لا يملك قوته لا يملك قراره، وبالتالي فالالتفات والاهتمام بهذا النوع من الأمن هو أمر مهم للغاية من أجل تحقيق أمن المواطن ووصولا إلى يعني صحة جيدة للمواطن المصري ممثلة في الأجيال الجديدة. فجزء كبير لا يمكن أن يتم إغفاله ما تقوم به شركة سايلو فودز للأغذية من توفير الوجبات المدرسية للتلاميذ في مختلف المراحل الدراسية. فالوجبات التي توفر لهم تمد الطالب بنحو 30% تقريبا من احتياجاته من البروتين ومن الغذاء والطاقة، بحسب الدراسة التي أجريت على ما يتم تقديمه للمراحل المختلفة. وقد كان هذا في الحقيقة توجيها منذ ربما أكثر من 2 من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما قال إنه يجب الالتفات إلى صحة التلاميذ وكذلك معالجة الأمراض التي يسببها سوء التغذية، مثل أمراض التقزم وغيرها من الأمراض التي ربما تلحق ببعض أبنائنا. ويجب الالتفات إلى الوجبات المدرسية وصحة هذه وجودة وسلامة هذه الوجبات التي تقدم إليهم. بدأ العمل في شركة سايلو فودز، وهذا هو الشارع الرئيسي الذي تقع فيه الشركة، عام 2019، أي أننا نتحدث على ما يربو 3 سنوات بقليل. قد كانت هذه المنطقة صحراء تماما، لم يكن فيها أي نوع من العمران، وقد تم تعبيد الطريق وتم رصفه، وبالتالي إنشاء المصانع هنا في هذا المكان بخبرات مصرية، وكذلك بالتعاون مع الخبرات السويسرية التي أسهمت في تجهيز بعض المصانع. هذا هو
المشهد من فوق، تتابعون المدينة الصناعية الغذائية. هذا هو المشهد العام، يظهر كذلك الأماكن السكنية والأماكن الترفيهية، ربما تتابعون أنها مدينة متكاملة فيها كل أنواع الأنشطة وليس فقط الصناعات الغذائية، فالكثير من العاملين هنا في هذه المصانع يقيمون في داخل المدينة الصناعية توفيرا للوقت وللجهد وكذلك حفاظا على جودة الحياة. الحقيقة أيضا حينما جئت إلى هنا وتتبعت المصانع المختلفة التي تظهر أمام حضراتكم، كنت أسأل على مواعيد العمل، يعني هي تبدأ من الساعة يعني في الصباح، من يعني كم الساعة التي تبدأ فيها مواعيد العمل؟ فقيل لي إن العمل هنا لا يتوقف، ليس هناك موعد لبدء العمل في الصباح أو لختامه في المساء أو الليل، وإنما هي ثلاث ورديات متتالية على مدار 24 ساعة وعلى مدار 7 أيام، عمل لا يتوقف هنا في داخل المدينة، عمل مستمر من أجل رفع كفاءة الإنتاج ومن أجل غزارة الإنتاج الذي يقدم إلى يعني الجهات والقطاعات المختلفة وعلى المستوى التجاري وكذلك عن طريق وزارة التموين وصولا إلى يد المستهلك وإلى يد يعني المواطن، وصولا إلى تحقيق الرضا والاكتفاء الغذائي بشكل كبير. ما تتابعونه هنا من تفاصيل، وربما الكاميرا تظهر العديد من التفاصيل، ونحاول أن نصل إلى هذه التفاصيل من خلال يعني كاميرتنا وكذلك من خلال النقل بالمايك. هذه طبعا هي أنواع المكرونة المختلفة بعد طحن الدقيق وبعد ذلك دمج الدقيق بالماء بطريقة معينة وصولا إلى هذه الوصفات وهذه يعني العجينة التي تتكون منها المكرونة. ويعني دخلت مصنع المكرونة لأسأل القائمين عليه كيف يتم صنعها، فوجدت يعني حجما عملاقا وجانبا كبيرا للغاية مما يجري، أنه هناك مقاييس عالمية بيتم توفيرها هنا، المقاييس في سواء في الخلطات أو في مراحل التجميد أو في مراحل يعني صناعة هذه المخبوزات المختلفة، ووصولا إلى أنواع المكرونات أيضا المختلفة. أنا أتحدث طبعا عن عدد من المصانع، فهناك مصنع للمخبوزات ومصنع للمكرونة ومصنع للكرتون ومصنع للأجبان والألبان كما تتابعون حضراتكم، ومصنع للبسكويت المختلف. لكن الحديث كذلك عن المكرونة وصولا إلى المقاييس العالمية، وهذا ينسحب على كل المنتجات التي ترونها حضراتكم أمامكم في مختلف الصناعات، الوصول إلى درجة التبخير تصل بنسبة المياه في داخل المكرونة إلى 11.5%، كذلك أنواع الشوكولاتة المختلفة كما تشاهدون، وتتم بعد ذلك تعبئتها وتقسيمها وتغليفها في يعني أشكال جيدة للغاية ومنافسة. فمسألة التغليف ومسألة التصميم أيضا للأغلفة المختلفة يتم الاعتناء بها بشكل كبير، كما يتم الاعتناء بآلية وأتمتة هذه المنتجات كما ترون حضراتكم، وينسحب العنصر البشري على تحديد ربما الأخطاء والأجزاء غير الكاملة ونزعها من سير العملية. هذه هي المنتجات، هذه هي الطحينة وكذلك مصنع الحلاوة في عدد كبير من المنتجات، وليس كلها باسم تجاري واحد، بل يتم تقسيمها إلى عدد من الطعوم وعدد من الأشكال ومن الأحجام وكذلك من التغليفات، ويتم بعد ذلك ضخها في الأسواق المختلفة سواء في وجبات مدرسية أو من خلال برامج النقاط التي توفرها وزارة التموين لمستحقي التموين لدى البدالين التموينيين، وأيضا من خلال السلاسل التجارية المختلفة التي تقوم ببيع المنتجات المختلفة. مسألة التغليف كما يقولون في المثل، إنه العين
تأكل قبل المعدة والعين تشتري قبل الجيب بالفعل. فتقديم المنتجات في صورة لائقة بها وفي صورة منافسة لمثيلتها ليس فقط من المنتجات المحلية ولكن كذلك من المنتجات العالمية ومن المنتجات التي يتم استيرادها. تحدثت إلى رئيس مجلس إدارة شركة سيلو للأغذية وقال لي أنه بيتم استيراد بسكوت في مصر بنحو 30 مليون دولار سنويا وتوفير البسكوت بجودة منافسة. هذا سوف يقلل من حجم الاستيراد وبالتالي سيوفر العملة الصعبة التي نعلم جميعا أننا نحتاجها بشكل كبير في هذه الأيام وفي الفترة الماضية وطبعا في الفترة المقبلة. هذه المنتجات ربما تسهم كذلك في توفير العملة الصعبة بشكل آخر عن طريق التصدير، فيتم التصدير لأكثر من 10 بلدان في العالم، منها بلدان إفريقية وكذلك منها بعض الدول الأوروبية كاليونان وبعض الدول العربية يتم التصدير إليها. وحينما تسألت ربما عن يعني من يتم التصدير إليه، فمن يعني يتم التصدير لبعض الدول العربية كدولة الإمارات العربية المتحدة وكالمملكة العربية السعودية. هناك الحقيقة بعض خطوط إنتاج، هذه هي خطوط إنتاج المكرونة الفاخرة مكرونة باليرمو التي يتم إنتاجها وتصديرها بمقاييس عالمية إلى عديد من دول العالم. ما نتحدث عنه هو المنتجات المختلفة في شرائح مالية مختلفة، يعني بطبيعة الحال يتم بيع المنتجات هذه بشرائح سعرية مختلفة وصولا إلى الشرائح الاجتماعية المختلفة والمنتجات المختلفة. أهمية هذا المشروع وأهمية ما نتحدث عنه من افتتاحات اليوم ربما يجدر بنا أن نتحدث كثيرا عن الأمن الغذائي. والأمن الغذائي ليس فقط حديثا عن سلع استراتيجية كالسكر والأرز والزيت، ولكن يمتد الأمن الغذائي لمختلف السلع التي لا غنى عنها ربما لدى الشرائح السنية أيضا الصغيرة والأطفال واحتياجاتهم. وهذا هو التفكير الكلي الذي يجب أن نلتفت إليه. إن ما يتم في هذه المصانع العملاقة من عمل دائم خلال الأيام التي لا تنقطع، وأتحدث لحضراتكم عن الورديات الثلاثة في الساعات 24 وعلى مدار أيام الأسبوع 7 دون انقطاع، له عمل جبار وله عمل كبير للوصول إلى ما ترونه في هذه الأرفف، أن تكون هذه المنتجات بهذه الغزارة وبهذه التنافسية وبهذا الوفر في كل الأماكن من محافظات مصر المختلفة وصولا إلى أيدي المستهلك في مختلف فئاته السعرية والاقتصادية. يصل ركب السيد الرئيس الآن إلى نقطة أخرى في هذه الجولة بعد أن تفقد أكثر من نقطة واستمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للأغذية. هذا هو معرض المنتجات الذي يحتوي على بعض أو يعني بعض من هذه المنتجات، من كل منتج يتم عرضه هنا في هذا المعرض. جدير بالذكر أيضا أن هناك سوبر ماركت أو معرض متاح لأي أحد يريد أن يشتري من هذه المنتجات، يمكن أن يقدم إلى هنا في مدينة السادات وبالتالي يشتري من منتجات هذه الشركة المختلفة. المنتجات الحقيقة بتتميز بتنوع كبير للغاية، اختيارات يعني سنتابع الآن عدد الاختيارات وأرجو أن تتابعوا من خلال الكاميرا والعرض. عندنا كل الفئات وكل الأبواب كل مراحل السنة في
كما ترون حضراتكم في هذه الصور هناك تعدد كبير للمنتجات في الطعوم المختلفة في الشوكولاتات وكذلك البسكوتات والويفر الذي تقدم بطبيعة الحال إلى الأطفال والتلاميذ في وجباتهم المدرسية وتوفر جانبا مهما من الحماية الغذائية لأبنائنا في مراحل عمرهم المختلفة. رعي في هذه المنتجات ألا تكون فقط منتجات تزيد من الوزن بل كذلك رعي في مكوناتها أن تكون مكونات مفيدة ومكونات صحية تقدم إلى أطفالنا بما يحقق لهم تغذية سليمة. وبطبيعة الحال فإن العقل السليم كما يقولون هو في الجسم السليم، ومن أهم أسباب سلامة الجسد هي التغذية الصحيحة، وهذه هي بعض المخبوزات أيضا التي تقدم وبشكل طازج يومي وربما يمتد لأكثر من يوم لبعض هذه أنواع هذه المخبوزات. يتم إعداد السندويتشات المدرسية، هذه هي المخابز المختلفة والعلامة التجارية الخاصة بهذا المخبز، كذلك مصانع البسكويت. يعني الحقيقة منتجات متعددة وأمر يعني يظهر جليا للعيان أنه بيتم من خلال صناعة وتكنولوجيا للغاية متقدمة في مراحل التصنيع المختلفة وكذلك مراحل الطباعة والتغليف لهذه المنتجات. الآن يعني تتابعون المخبوزات، يعني هذا هو المعرض، فهناك أنواع من الخبز وكذلك من التوست المختلف سواء يعني الذي يحمل سعرات على حرارية عالية أو الأقل في السعرات الحرارية من أجود الأقماح التي ترد إلينا بعد أن تتم معالجة هذه الأقماح وبعد أن يتم طحنها وكذلك من خلال النظم المميكنة بشكل كبير ويتم ضخها في أنابيب. ورأيت هذه الأنابيب بين المصانع المختلفة بدءا من صومعة الأقماح ومرورا إلى المطاحن وبعدها إلى المصانع المختلفة سواء في المخابز أو سواء في البسكوتات أو في المنتجات الأخرى. يستمع السيد الرئيس إلى شرح في هذا المعرض لبعض منتجات الدقيق التي كذلك تباع هنا، منتجات مختلفة للدقيق من اللواء تيمور أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للأغذية. ثم بعد ذلك إلى قسم آخر ينتقل السيد الرئيس إلى قسم الطحينة والحلاوة، وكلها بطبيعة الحال منتجات غذائية مهمة. يعني المواطن المصري والشعب المصري يعني يستعملها بكثرة وبشكل يهتم بها بشكل كبير في جميع البيوت المصرية وتقدم إلى أبنائنا حيث توفر كما جيدا من الطاقة من أجل يعني بناء الأجسام بشكل يعني يصلح لأن يكون هناك جيل أفضل في كل وقت يمر على هذا الوطن. اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة هذه المنتجات أعتقد أنه إلى حد يعني يمكن أن نقول مباشر أنه اهتمام منه بصحة الأجيال القادمة وبالحفاظ على القدرات الجسمانية وبالتالي أيضا القدرات العقلية. فالثروة البشرية هي ثروة الأوطان الحقيقية، ثروة الأوطان إضافة إلى الاقتصاد وإضافة إلى يعني كل ما يمكن أن يدخل في الأنشطة الاقتصادية من صناعات وغيرها،
تظل هي الثروة البشرية، هم ثروة الأمم الحقيقية، فالإنسان هو الذي يصنع كل ذلك. هذا طبعا عرض لي الشوكولاتات المختلفة في الأشكال المختلفة له، وهنا الأجبان التي يتم إنتاجها في مصانع الألبان، وهذا طبعا هو الإنتاج الجديد حيث يتم افتتاح المرحلة الجديدة، المرحلة الثانية من هذه المصانع. اليوم مراحل صناعة الألبان وصناعة الأجبان في هذا المكان الذي يحوي الكثير من الصناعات التي نتابع جانبا وقسما كبيرا منها. يمكن حضراتكم كما تتابعون معي يعني المعرض نفسه معرض ممتد، وهناك العديد من أشكال المنتجات وليس منتجا واحدا، فيتبين من الألوان التي تتميز بها هذه الأشكال تعدد أعداد الأصناف التي يتم إنتاجها ويتم بيعها هنا، وكذلك توزيعها يعني أسطول توزيع. يمكن حضراتكم شفتم منذ قليل وتابعتم سيارات الشحن الأسطول الكبير الذي يتم فيه الشحن والتوزيع فور الإنتاج، ويعني المنتجات دائما وبطبيعة نمط الاستهلاك أنه تظل هذه المنتجات دائما طازجة، ودائما تظل هذه المنتجات تقدم بشكل يعني جيد للغاية. الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني هذه الصورة التذكارية مع العاملين بشركة سايلو فودز للأغذية، هذه الصورة التذكارية التي ترمز لهذا اليوم في افتتاح المرحلة الثانية من مصانع سايلو فودز، مراحل الأجبان والألبان التي يتم تصنيعها هنا. طبعا هذا هو الخبز، يعني أنواع مختلفة أيضا من الخبز، هذا هو الخبز الشامي، ويتم بعد ذلك تعبئة يعني سواء هذه المخبوزات أو كل المنتجات وتوزيعها فور التعبئة بأسطول يعني كفء للغاية، أسطول توزيع يصل إلى جميع أماكن الجمهورية. طبعا المراحل المختلفة، يعني نحاول أن نقدم لحضراتكم صورا من المراحل المتتالية والتي توصل إلى هذه المنتجات النهائية، المنتجات التي يعني يفخر كل مصري أن تكون منتجات مصرية تقدم إلى أبناء هذا الوطن، وكذلك يتم تصديرها. الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني وقد أوشك على المغادرة بعد أن قام بهذه الجولة التفقدية وبهذه الزيارة لمدينة سايلو فودز لمدينة الأغذية الغذاء هنا في مدينة السادات، يتبادل أحاديث ودية مع القائمين عليها ويغادر. والآن بعد أن تم الإذان ببدء الإنتاج في هذه المرحلة الثانية في افتتاح هذه المصانع الجديدة التي تضاف إلى رصيد هذا الوطن في قطاعات جديدة ومتجددة، بتضاف كل إنجاز الحقيقة بيجري على أرض مصر هو يضاف إلى الرصيد الوطني الحقيقي، وفي النهاية هو لصالح المصريين، وربما يعني حتى إذا كانت الظروف صعبة فإن الأمل في المزيد من العمل الجيد هو الأمل الحقيقي من أجل المستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا، وهذا هو المهم. أشكر حضراتكم في نهاية هذا اليوم، هذا الرصيد الذي يضاف إلى رصيد مصر، ودائما نحن في انتظار رصيد جديد وفي انتظار مصر جديدة وجمهورية جديدة. أشكر حضراتكم، كنت معكم محمد ترك، وأعود الآن مع حضراتكم إلى استوديوهاتنا.